الأهلي يفوز على المريخ السوداني بثلاثية مقابل هدف وحيد ويقترب من الصعود لدور الثمانية. خبرة واستغلالهم لأخطاء مدافعي المريخ وحارس مرمى هي اللي حسمت الموقف. هنتكلم مع نجومنا الكبار فنيا في مباراة اليوم، ولكن الحمد لله الهدف تحقق. المطلوب ان انت كنت تكسب المباراة النهاردة بغض النظر عن الأداء. الأداء كان بيعلى في أوقات وبينزل في أوقات، ولكن نادي الأهلي حسم الموقف وكسب الثلاث نقاط. كابتن مبروك يا كابتن أيمن، مبروك على بلال أسامة، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، الجهاز الفني، اللاعبين، الجمهور. ثلاث نقاط مهمين جدا زي ما قلت أيمن. الهدف النهارده اتحقق، ممكن يكون الشوطين فيهم الأداء ما كانش يرضي الجمهور، لكن في نفس الوقت احنا عارفين ان ضغوطات المباراة دي كان لازم النادي الأهلي يكسب فيها اللقاء ويحقق ثلاث نقاط عشان نبدأ نقرب ان شاء الله في المنافسة مع سان داونز. فبنبارك طبعا لكل المنظومة الرياضية في النادي الأهلي، بنبارك لجمهور النادي الأهلي اللي هو بيتفرج من خلال الشاشة الصغيرة النهاردة، ما حضرش الملعب. عايز اقول لك ايمن، عدم وجود جمهور النادي الاهلي فرق معانا بشكل كبير جدا في الاداء. النهارده لو في 5000 اللي هم كانوا موجودين في المباراه الاولى يمكن كانوا حركونا اللعيبه اكتر من كده بشكل كبير. صحيح كابتن علاء، الف مبروك، فوز مطلوب. فوز مطلوب وثلاث نقاط مهمين جدا الحمد لله. ثلاث نقاط والحمد لله على خطوه كانت مهمه جدا نحو التاهل. مش اكتر من كده الوقت يعني، بس هنتكلم الوقت على الهدف اللي انت كنت عايز ثلاث نقاط النهارده مهمين باي طريقه باي شكل. الحمد لله حصل. مبروك النهارده الثلاث نقاط على اولا على جماهير النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي. كابتن اسامه الف مبروك. النادي الاهلي قطع يعني خطوه كبيره جدا جدا في التاهل ان شاء الله. مفيش شك، كان مهم جدا ان احنا نكسب. مبروك لجمهور الاهلي واللاعبين والاداره والجهاز الفني، كل الناس مبروك يعني الثلاث نقاط. بصرف النظر عن الاداء من عدمه انه جيد او لا، ولكن الحمد لله على الثلاث نقاط، خطوه مهمه جدا في التاهل للدور الجاي، وبعد كده التاهل للمباراه النهائيه والفوز بالبطوله والاحتفاظ بها للمره الثالثه. وانا قلت لك ده هيبقى تاريخ كبير، لانه يمكن بلال بس اصغر مننا طبعا شويه، احنا الاربعه حضرنا. لا انتوا الثلاثه. انت ما حضرتش معانا؟ لا حضرت طبعا بس ما كبرنيش. لا انا مش بتكلم، احنا مش كبار احنا صغيرين، بس انا بقول بلال اصغر ما حضرش الفتره دي. احنا الحمد لله بطوله 84 و85 و86 ثلاث بطولات متتاليه، بطوله افريقيا واحتفظنا بها للابد. ما اتحققتش تاني. فالبطوله دي بطوله ابطال الدوري، الاهلي دلوقتي في بطولتين ونتمنى الثالثه تبقى على التوالي. هيبقى النادي الاهلي النادي الوحيد في افريقيا اللي احتفظ بأبطال الكؤوس وأبطال الدوري في دولابه يعني. فنتمنى دي خطوة النهاردة الحمد لله. كان مهم جدا الثلاث نقاط. صحيح كابتن بلال ألف مبروك، فوز مهم جدا جدا، ولكن الأمور لم تحسن بعد. أكيد خطوة جيدة بالنسبة للنادي الأهلي النهاردة. مكسبك بيصعب على الفرق التانية، بيسهل عليك في المباريات اللي بعد كده. عندك مباراة الهلال، لو الهلال في حالة التعادل أو الخسارة يكفيك أنك تتعادل معها هنا، يكفيك نقطة. لو كسب أعتقد أن أنت هتبقى مطالب أنك تكسب برضو يعني. أعتقد يعني حسب نتيجة الهلال وصن داونز، بس المباراة هتبقى في ملعبك. أي. يعني عايز أقول أن المكسب مهم جدا 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 يعني. في دور المجموعات أنت مطالب أنك تكسب. عايزين أداء أفضل من كده، عايزين شكلنا يبقى أفضل من كده بكتير، عايزين أدائنا الهجومي أدائنا الدفاعي يبقى أفضل من كده بكتير. لكن في النهاية أنت بتدور على أنك تكسب الثلاث نقاط عشان صح. يعني تعدي دور ال 16. مزبوط. تخش على دور الثمانية. في بتقابل بعض الصعوبات، ده وضع طبيعي يعني، بعض الصعوبات لأنك بتقابل فرق مختلفة، بتقابل ساعات بيبقى عندك بعض الإجهادات اللي بتأثر على أدائك، زي المباراة اللي فاتت مباراة سان داونز اللي ما كانش فيه وقت ما بينها وما بين مباراة بيراميدز. لكن في النهايه انت بتدور على انك يعني تحصل على الثلاث نقاط. صحيح. في النهايه انك بتدور على انك تكسب، في النهايه انك بتدور على انت تصعد اول او تاني المجموعه، مش هتفرق معانا كتير. صحيح. اذا كنت صعدت اول او تاني، اللي عايز يكسب البطوله
هيواجه اي فرق او هيواجه كل الفرق المصنفه، وخير دليل على ذلك اخر موسمين البطوله اللي فاتت انت صعدت تاني، واللي قبلها برضو، واللي قبلها برضو صعدت تاني وقدرت انك تحصل على البطوله. البطوله مش سهله، البطوله صعبه، صح؟ تمام، صعبه لان كل الفرق حط عينها على البطل، البطل هو النادي الاهلي، فكل الفرق هتلعبك زي ما شفنا النهارده المريخ بيلعب بكل ما اوتي من قوه، يعني قوه وسرعه وضرب وكل حاجه في الكره مباحه وغير مباحه هتلاقيها مع كل الفرق وانت بتلعبها. صحيح، مباراه كانت صعبه جدا جدا جدا، ولكن قدرنا ان احنا نستغل الاخطاء اللي كانت موجوده عند حارس مرمى المريخ وعند دفاعات كمان المريخ، قدرنا في بعض الاوقات ان احنا نحول يعني الاداء لصالحنا في بعض الاوقات بالضغط على الخصم وانك تغلطه، والحاجات دي كنا اتكلمنا فيها قبل الماتش، قلنا ان هم عندهم خط دفاع ولا أسوأ من كده، يعني خط دفاع سيء جدا للغايه، ممكن يكون عندهم نص ملعب جيد لكن خط الدفاع سيء جدا جدا جدا، لو اشتغلنا عليه بشكل قوي من بدايه الماتش كان ممكن المباراه تتسهل من البدايه خالص. صحيح، لكن في النهايه احنا بنقول مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط، المباراه اللي جايه هي مباراه الحسم بالنسبه لنا، اعتقد يعني لما تبقى المباراه في مصر يبقى الاهلي يبقى نسبته في المكسب يعني لا تقل عن نسبه 80% ان شاء الله. صحيح. طيب كابتن ماهر، احيانا زي ما بنقول في بعض المباريات، في مباريات تكسب ولا تلعب. مباراه النهارده مباراه المريخ والمباراه القادمه ان شاء الله مباراه الهلال، يعني عينه من المباريات دي، ولكن هل الاجهاد كان متمكن من لعيبه النادي الاهلي النهارده؟ يعني عارف يا ايمن، موضوع الاجهاد برضك خد شوط طويل قوي بالنسبه لنا، يعني احنا لا، مستر موسيماني في الفتره اللي فاتت ديت قدر يريح اللعيبه، حاله الاستشفاء المفروض في اليومين الراحه بيرجعوا للعيب للحاله الطبيعيه. طيب الضغط العصبي كان مؤثر جدا النهارده على الحاله؟ طبعا، لان برضك الضغط العصبي كان واضح قوي من بعض اللعيبه، واحنا شفنا الاحتكاكات اللي حصلت في الشوط الاولاني، الضغط العصبي كان واضح قوي على جميع لعيبه النادي الاهلي، وده يمكن اللي ما خرجش السيناريو اللي احنا كنا متخيلينه. الاداء اللي احنا اتكلمنا عليه، التمرير، الضغط على الخصم، الجمل التكتيكيه، الباصات اللي احنا متعودين عليها، الاهداف المتنوعه اللي احنا يعني بنجيبها، فالضغط بان في الشوط الاولاني، وده اللي خرج السيناريو شوط ضعيف او متوسط في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني يعني اكيد طبعا مستر موسيماني دخل بين الشوطين وحاول يتعامل مع اللعيبه نفسيا، ان موضوع الضغوطات ديت نهدى ونبدا نلعب كورتنا اللي احنا متعودين عليها، نلعب ادائنا اللي احنا متميزين بيه، وده اللي حصل أمن درجه ان احنا حتى الاجوال، يعني الجول اللي جابه شريف، الجمله التكتيكيه اللي بتحصل من الاطراف لما معلول وصل لحد الخط وبعدين راح منزلها وشريف كان متمركز بشكل جيد جدا، قدر نسجل الهدف الثاني. الهدف الاولاني طبعا خطا من مدافعي المريخ زي ما الكباتن قالوا، من اضعف الخطوط اللي موجود عليها المريخ السوداني، واخطائهم واضحه جدا درجه تسببت طبعا اكتر من هدف دخل مرماهم. طبعا مع ضعف حارس المرمى الواضح، ولما بحارس المرمى ضعيف بهذا الشكل يأثر بشكل كبير جدا على أداء الفريق ويعمل لهم نوع من الإحباط. الهدف الثالث كمان واضح أن عبد القادر التغيير اللي بدأ به مستر موسيماني، يعني بمعنى أنه يريح ناس ويضيف ناس، لكن عبد القادر من اللعبة المهارية قدر بالضبط يستفاد من الخطأ من مدافعي المريخ، راوغ طبعا قلب الدفاع ثم حارس المرمى وحطها بشكل جميل. عايز اقول لك ان النادي الاهلي كان يهمه جدا ان هو يكسب الـ3 نقاط، وزي ما قلنا الاداء ممكن يكون اداء متوسط او اداء فوق المتوسط، لكن 3 اهداف متنوعه، هدف في الشوط الاولاني، هدفين في الشوط الثاني، طبعا بنقول مبروك للنادي الاهلي وبنقول مبروك لجماهير النادي الاهلي والاجهزه الفنيه. ان شاء الله باذن الله، انا عندي احساس ان الاداء هيتغير ايمن خلال المباريات اللي جايه باذن الله مباراه الهلال هيبقى عندنا ثقه كبيره جدا وارتياحيه، لان احنا وصلنا الحمد لله للنقطه 7، فقربنا. صحيح. طبعا ان احنا ممكن على المركز الاول والمركز الثاني، نقدر نقول يعني ان شاء الله بعد نتيجه مباراه الهلال بكره ان شاء الله ممكن نقول نقطه واحده لا تكفي، ولكن النادي الاهلي عودنا دايما ان هو بيلعب على الفوز، وهنلعب على الفوز ان شاء الله، يعني احنا يهمنا كمان تاريخ النادي الاهلي مع الكره السودانيه، احنا تملي بنتفوق على المريخ والهلال، فان شاء الله باذن الله مباراه الهلال تكون مباراه
افضل من كده، الجانب النفسي يكون اهدى من كده، الاداء بتاع النادي الاهلي ان شاء الله يكون افضل بكثير ان شاء الله في مباراه الهلال. صحيح. طيب كابتن علاء، نتيجه برغم ان حاله الحاله الفنيه اللي عليها لعيبه النادي الاهلي لم تكن في افضل حالاتها، ولكن نتيجه تعتبر منطقيه طبقا لسير المباراه. هي منطقيه لمستر المباراه، لفرق للفروقات اللي بينك وبينهم الطبيعي. أيوة. الطبيعي اللي حصل النهارده هو ده اللي كان لازم يحصل. انت مش احسن مستواك خالص. وهم ده يعني انت مش مستواك اللي هو العالي قوي او العادي، وهم كده في احسن مستوياتهم، فانت متخيل الفرق ايه؟ أيوة. يعني انت في مستواك اقل من العادي، هم أيوة. في احسن مستوياتهم. صحيح. بيعملوا كل حاجه النهارده، وهدفه في كره في العارضه، وبيحاول يجاريك وبيحاول يلعب معاك جيم مفتوح، لكن انت رغم كده كسبت 3، كنت ممكن تكسب اكتر لو يعني حاجه بسيطه جدا اتعملت. هدوء بس وتسكت. يعني لو هدوء في الملعب، هدوء في التمرير، المساحات تتشاف ازاي؟ يعني الهدوء اللي حصل محمد مجدي لعلي معلول لعلي معلوم لمحمد شريف، ده اللي كان لازم تلعب بيه فريق المريخ. ايوه هو ده، مش اكتر من كده. المساحات موجوده، استلامك سهل جدا. لو لعبت كره زي محمد شريف معلول، محمد شريف كل كره لو لعبتها كده جول. انما طريقتك انك من الشناوي بكور طويله من محمد عبد المنعم كور طويله ولغيت نص الملعب، فده هو اللي خلى مش ده اداء النادي الاهلي. بالظبط. مش ده اداء النادي الاهلي، دايما متميز بان دايما بيستغل نص ملعبه، بيستغل الاطراف بتاعته كويس جدا، بيلعب كره اللي هي كره مضمونه من رجل لرجل. النهارده ايمن انا دايما بحب ابرز الاخطاء، لانك انت يعني انت النادي الاهلي، يعني المفروض تهتم قوي باخطائك عشان توصل لاعلى مرحله طبعا من الكمال. النهارده لو عملت احصائيه لكم التمريرات الغلط في فريق النادي الاهلي، هتطلع رقم بتاع موسم كامل في كره القدم. موسم كامل مفيش لعيب النهارده، لا واخطاء ايه اسمها، اخطاء مش مبرره، يعني انت ولا مضغوط ولا حاجه خالص. فالنهارده دي اول حاجه مره اشوفها على النادي الاهلي، تخيل دي النهارده لو بس نصها بس مش موجود، فانت كنت في مكان تاني خالص رغم كل الاخطاء النهارده، ورغم المستوى اللي كتير قوي فنيا مش عاجب ناس كتير منهم بيحبوا النادي الاهلي، لكن قدرت تكسب 3، كنت ممكن تضيف اكتر من كده. فدي شام الفرقه الكبيره، بعرف ازاي اكسب. صح. بعرف حتى بعد 1-1 انا قاعد مش قلقان، انا عارف ان انا هكسب في اي وقت، ما عنديش اي مشكله خالص، عشان عندي ثقه في لعيبه النادي الاهلي، هي بس محتاجه شويه هدوء ونبص بس على بعض من غير عصبيه، اللي هي انا شايف ان هي مش مبرره. ايوه يعني عصبيه النهارده مش مبرره. حتى من بدايه المباراه انت مش مطلوب تبقى عصبي، يعني انت بتلعب يعني فريق زي ما قلت لك ايمن، مع كل احترام ليه، هو اقل منك في كل حاجه. هل الضغط الواقع على لعيبه النادي الاهلي يا كابتن، الضغط العصبي طبعا اكيد مش على حاجه ثانيه، الضغط العصبي هو اللي اثر على الاداء النهارده؟ في ضغط عصبي حصل عليك غير مبرر، انا مش معترف بيه. يعني انزل مباراه النهارده عصبي يعني ايه؟ ملهاش مبرر، انك انت الاحسن. يعني انا انزل عصبي يا ايمن لما اكون مباراه الند قوي او زيك، انت مفيش حد زي في افريقيا الحمد لله، يبقى ممكن تقلق وايه والنقاط، وتبدا تفكر كتير قوي، تبقى نازل الملعب مشغول، لكن انت نازل النهارده انت بتلعب فريق انت احسن منه، دي كره قدم ما فيهاش كلام، يعني احسن منه في كل حاجه. فحته ان انزل عصبي دي انا مش عجباني، مش مبرره، بالعكس انت لازم تنزل تلعب في ملعبك وسط جمهورك، واثق في فرقتك كويس قوي، واثق في امكانياتك كويس قوي، انت الاحسن، المفروض كنت انت اللي تساير المباراه زي ما اتكلمنا كلنا في الاستوديو، زي ما انت عايز، وانت عندك امكانيات دي على كل يعني انا بتكلم على كل اللعيبه اللي بدات حتى اللي غيرت النهارده. الملحوظه اللي مش عاجباني انا ان معظم لعيبتك مستواه مش هو ده مستوى لعيبه النادي الاهلي خالص، سواء اللي لعبوا اللي بداوا مباراه او اللي حصل في التغييرات، رغم كل اللي حصل النهارده والاخطاء اللي حصلت النهارده اللي انا عمري ما اشوفها تاني مع فريق النادي الاهلي، لكن انت كسبت 3-1 الحمد لله، وخلاص يعني خطوه وتتاهل ان شاء الله. عشان كده بقول لك هو ده النادي الاهلي، بعرف اكسب حتى لو في مش في احسن حالاتي، لكن بعرف اكسب، لكن لازم استفاد من شكل النهارده، استفاد ان انا عصبيه مش مطلوبه في كره القدم. كره القدم انزل ادي وادي على امكانياتك وعلى امكانيات الخصم، والعب وسيب النتيجه دي حاجه بتاعت ربنا. أيوة. لكن تنزل تلعب، متع نفسك ومتع الناس جايه تتفرج عليك، وعندك ثقه في نفسك، اهم حاجه عندك ثقه في نفسك، انت لعيب نادي اهلي مش لعيب
مش لعيب اي حد. عشان كده هو ده الكلام اللي انا بتكلم فيه. لكن في الاخر الحمد لله 3-1، 3 نقاط مهمين جدا، الف الف مبروك. وبتمنى ان شاء الله تكون النهارده ده يعني يوم كده، يوم عدى خلاص من 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 مباريات اللي هي اللي مش حلوه لعبت النادي. عدى وتحقق الهدف اهم حاجه، الحمد لله. اهم حاجه انت بنتكلم في بدايه استوديو، انت النهارده بتبص على 3 نقاط. صحيح. حتى انا ممكن استغنى عن الاداء، مزبوط. استغنى عن الاخطاء دي كلها، بس اهم حاجه عندي 3 نقاط ده اكيد. فعلا. طيب نروح مره اخرى الملعب مباراه وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سامي ومصطفى مدرب النادي الاهلي. من جديد برحب بيك كابتن ايمن، الف مبروك لحضرتك وضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومشجعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. فوز كبير، مباراه عصيبه، لكن الحمد لله فوز مهم جدا، خطوه تقربنا من الصعود لدور الثمانيه باذن الله. مباراه كبيره امام فريق كبير المريخ السوداني. يسعدنا يكون معنا في هذه اللحظات كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي، يعني يمكن المباراه صعبه، ظروف المجموعه صعبتها كمانك الحمد لله النهارده، يمكن التغييرات في يعني في منتصف الشوط الثاني اعتقد كان ليها يعني الغلبه، وقدرت يعني ترجع كفتنا النهارده ونعمل مباراه كبيره. تحية طبعا كابتن ايمن وضيوفه، وطبعا زي ما انت قلت مباراة عصيبة جدا بالنسبة لنا، موقفنا طبعا وحش واحنا اللي يمكن حطينا نفسنا في الموقف ده. كان طبعا المباراة في بداية المباراة طبعا الحمد لله قدرنا نسجل هدف، اللعيبة كان في شوية تراجع شوية، لكن الحمد لله قدرنا نرجع المباراة تاني واقوى تاني. وزي ما انت قلت تغييرات اثرت علينا وعلى ادائنا، واعتقد الحمد لله 3 نقاط مهمة بالنسبة لنا، يعني تعدل وضعنا في المجموعة، لكن عندنا تحدي اكبر بقى المباراة القادمة ان شاء الله باذن الله. كابتن سامي، هل شايف ان الاجهاد برضو كان مؤثر شويه على اللاعبين، خاصه يعني مع بدايه الشوط الثاني؟ يمكن اعتقد ان يعني في تغييرين كمان، يعني بيرسيتاو خرج اعتقد تغيير اضطراري، وكمان محمد هاني. طبعا زي ما انت قلت مهم جدا برضو، ان انت في نهايه مرحله، يعني يمكن كان المرحله دي متخللها مباريات في افريقيا ومباريات الدوري، الحمد لله يعتبر بنسبه نجاح مميزه في الدوري الحمد لله قدرنا نمشي فيها. نفس القصه بالنسبه لبطوله افريقيا، قدرنا برضو نحقق برضو نتائج يمكن ما كانتش على المستوى زي السنه اللي فاتت، لكن النهارده الحمد لله بنعدل مسارنا وبننهي مرحله مهمه بالنسبه لنا. يعني عندنا بقى زي ما انا قلت تاني مباراه الهلال مهمه جدا بالنسبه لنا، ان شاء الله نقدر نكسبها برضو ونرجع طبعا بقى ان شاء الله طموح تانيه ومشوار تاني، بطوله بقى الدور الثمانيه ان شاء الله نقدر نركز فيها اكتر، وان شاء الله نستفاد من الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها الفتره اللي فاتت. قلت مباراه الهلال لا تقل اهميه عن مباراه اليوم، لازم الفوز فيها خاصه مع انتظار مباراه سان داونز لسه والهلال بكره. هتستعدوا ازاي خاصه ان في عدد كبير جدا من اللاعبين هينضموا لمعسكر المنتخب الوطني بعد بكره على طول؟ انت قلت انت احنا بنعاني من الاجهاد، يعني فطبيعي ان انت الفتره ديت هي في فتره راحه، يعني اللعيبه ترجع تاني. يمكن عندنا لعيبه المنتخب، منتخب مصر، عندنا ديانج، عندنا علي معلول برده في منتخباتهم، عندهم مباراه مهمه برده في تصفيه كاس العالم يعني، وعندنا اجازه، وبعد كده ان شاء الله نرجع نستعد بقى تاني ان شاء الله لمباراه الهلال باذن الله، مباراه الدوري باذن الله. اخيرا كلمه لجمهور النادي الاهلي، النهارده كان واقف ورا الفرقه اعتقد يعني مع العدد القليل، لكن اعتقد كان النهارده كان لهم حافز كبير جدا ودور في النتيجه. دايما لهم دور كبير جدا في اي انتصار النادي الاهلي بيحققه، يعني زي ما انت قلت رغم عددهم الصغير لكن ادوا دفع للعيبه ورجعوا اللعيبه تاني للمباراه، والحمد لله قدرنا نساعدهم ونعود ان شاء الله المباراه الجايه تكون احسن واحسن باذن الله. شكرا كابتن، قدام التوفيق باذن الله. كابتن ايمن، دخل لقاءنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، فوز كبير جدا النهارده وفوز مهم في هذه المرحله، ان شاء الله القادم افضل ويكون 3 نقاط جديده ان شاء الله امام الهلال السوداني ووصول النادي الاهلي لدور الثمانيه، ومن بعدها ان شاء الله نبدا مرحله جديده في الدفاع عن اللقب. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن اسامه، اتعودنا دايما، ويمكن انت قلت قبل المباراه، ان معركه نص الملعب هي اللي بتحسم الامور للنادي الاهلي. الشوط الاول كان شوط يعني ممكن نقول ان لعيبه النادي الاهلي كانوا خارج نطاق الخدمه، ولكن تحسن الموقف قليلا الشوط الثاني. ايه اسباب التحسن؟ هل التغييرات؟ هل نزول احمد عبد القادر؟ هل الضغط خف شويه؟ ولا ممكن يكون مستر موسيماني يتكلم معاهم بين شوطي المباراه؟ يعني هو كل الكلام ده هو حصل تحسن نسبي، ولكن مش نسبي، انا بتكلم على تحسن نسبي طبعا، لكن مش تحسن كبير طبعا. هو طبعا اللي فرق الجونين جم في الدقيقه 72 تقريبا و73 ونص ولا حاجه، يعني الجونين جم في الدقيقه، فخلوا في تحسن في شكل النادي الاهلي. يعني الاهداف من الاسباب الرئيسيه، لكن الاداء نفسه ما تحسنش قوي، احسن نسبيا ولكن مش تحسنش قوي. واحنا قلنا الاسباب كتيره الشوط الاولاني. عايزين ننوه بس يا كابتن اسامه بعد اذنك، بعد مكسب النادي الاهلي النهارده تاهل سان داونز بصفه رسميه 100% خلاص بعد المكسب النهارده، يبقى اللعب على المركز الثاني ما بين النادي الاهلي ونادي الهلال السوداني. اتفضل يا كابتن اسامه.
فزي ما قلت التحسن نسبي، لكن فضلت امور زي ما هي، ولكن قدرنا نحسم اللقاء بهدفين. يعني قدرنا نحسم اللقاء بهدفين الشوط الثاني باستغلال علي معلول وشريف في كره حلوه جدا، ثم استغلال احمد عبد القادر لخطا مدافع المريخ السوداني وقدر يحطها بعد كده باقتدار. دولت حسنوا الاداء شويه وخلوا فيه ثقه، وادوا برضو يعني حق لفرقه المريخ ان الموضوع انتهى ورموا الفوطه. يعني يمكن قبل الجنين بتوعنا كان متحمسين، راحوا للجون، الكره ضربت في العارضه، جابوا جون التعادل، كان عندهم امل ان ممكن يكسبوا النادي الاهلي. ايوه، فالماتش كان رايح جاي. لكن الجونين اللي جم في الدقيقه 72 و74 زي ما بقول يعني دقيقتين جبنا جونين، تحس ان خلاص ادى ثقه للاعيبه النادي الاهلي، بقوا حاسين ان الماتش خلاص قريب منهم. برضو نزول احمد عبد القادر في الجبهه الشمال عمل حركه شويه، نزول ديانج رغم انه نزل متاخر لكن يعني صحيح. يعني جري شويه في نص الملعب. لكن الغريب انه طاهر مفروض اداؤه يبقى في تحسن عن كده، يعني نزل مكان بيرسي تاو، ما فيش فرق كبير. يعني بيرسي تاو ما نعرفش هو طلع مصاب ولا لا، جاب جون الشوط الاولاني ما كانتش حركته كبيره هو وحسين الشحات. طاهر نزوله برده ما اعرفش ليه، هو في توتر عنده شويه، نسبي عنده توتر، مستعجل، بتتقطع منه كوره كتير، مش فاهم ايه السبب. لكن احمد عبد القادر وديانج يعني، وبرده ايمن اشرف نزل في الخلف ورا علي معلول عشان يريحه شويه، يعني حسنت الاداء شويه. السيطره بقت افضل للنادي الاهلي. المريخ السوداني زي ما بقول لك يعني طلعوا اقصى حاجه عندهم، بس ما عندهمش خطوره كبيره. يعني ما بعد كره الهدف تقريبا لغايه اخر المباراه، كره العارضه بس، والعارضه قبل الهدف، ثم كره الهدف، الهدف في الدقيقه 60، بعد كده من الدقيقه 60 لغايه الدقيقه 95 لما الحكم صفر ما فيش ولا كره على الجول على مرمى الشناوي. هم صحيح يعني كان في حركه كويسه في نص الملعب من عماد عمار ومحمد الرشيد ورمضان عجب والسماني الصاوي، كان في حركه كتير في نص الملعب وتناقل الكره بشكل معقول، ولكن ما فيش اي خطوره. أيوه. الخطوره رغم ان بنقول النادي الاهلي مش في افضل حالاته، ولكن الخطوره كانت اكتر برضو عند النادي الاهلي. أيوه. ولو في تركيز شويه واهتمام شويه بالباصه الاخيره وقبل الاخيره كان بسهوله جدا نقدر نضيف اهداف تانية. يعني الكره اللي عملها معلول لمحمد شريف، تحرك حلو جدا من علي معلول، تحرك اجمل من شريف وبكل سهوله الهدف. أي. فهي بس اللي في تمريرات شويه كانت ما فيهاش تركيز من لعيبه وسط النادي الاهلي، وفي زي ما بقول اللمسه الاخيره وقبل الاخيره. لكن بصفه عامه مبروك والحمد لله المكسب، وكان اهم حاجه في اللقاء يعني. طيب طبعا المكسب اهم حاجه في اللقاء كابتن احمد، والنادي الاهلي قطع خطوه كبيره، ولكن كابتن اسامه قال يعني جمله برضو عايز اقف عندها شويه. هو قال ان النادي الاهلي النهارده لم يكن لعيبته في افضل حالاته، ومنهم بعض اللعيبه اللي نزلوا الشوط الثاني، وذكر طاهر محمد طاهر. طيب ايه الاسباب من وجهه نظرك؟ انا قلت لك كابتن المشكله كلها النهارده، او مشكله النادي الاهلي بشكل عام بتتلخص في نص الملعب. كويس. انت ما عندكش سيطره في نص الملعب للاسف الشديد، انت بتجري كل الفرق على حسب لعبها، وده شيء مش مطلوب. الفرق الكبيره لازم يبقى ليها ستايل في الملعب. انت الستايل بتاعك انك بتضغط وبتستحوذ وبتنتشر، تمام، وبتبتدي تبني الهجمات، وبتحاول بقدر الامكان وانت بتبني الهجمات ما يبقاش عندك ثغرات دفاعيه. كويس. يعني مشكلتك النهارده مع المريخ ايه؟ انك انت عندك ثغرات دفاعيه كتيره جدا ورا الاثنين الباكين بتوعك. دايما هي مشكله كل مباراه، انك انت الاثنين الباكين بتوعك لما بيهاجموا مشكله التغطيه وراهم بتبقى صعبه جدا جدا جدا. صح. النهارده في مشاكل كتيره في الحته دي. انت النهارده كمان فاتح الملعب قوي، بتلعب بطول الملعب كله، تمام، فمدي فرصه لعيبه المريخ ان هم لما يستلموا يلعبوا كره براحتهم، ينقلوا كره براحتهم. أيوه. وده شيء صعب جدا جدا في ظل حاله الاجهاد الكبيره اللي بتمر بيها، وظل الماتشات الكتيره اللي بتلعب بيها، وظل ان في لعيبه كتيره جدا ممكن يعني تتعرض للاصابه عندك كلاعيبه النادي الاهلي. طبعا النهارده لازم يبقى في نوع من الهدوء شويه.
لازم تبقى هادي شويه لما تستلم الكره، لازم يبقى عندك هدوء شويه في نص ملعب، لازم تحاول انك تستلم. حتى في بعض الاوقات لازم تبقى بتلعب لعب عارف الاستحواذ السلبي يا كابتن، لكن من رجل لرجل 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 لرجل، دي حاجه المفترض انت تشتغل عليها الفتره اللي جايه دي. لكن كل الكرات بالنسبه لك انك عايز تقطع وتسلم وتلعب لقدام، تقطع وتستلم وتلعب لقدام، صح كابتن؟ صعب، خد بالك مجهود صعب جدا، مش هتقدر تلعب طول المباراه كده، مش هتقدر تلعب طول المباراه كده، صعب جدا عليك كنادي اهلي انك تشتغل بالطريقه، لان مش ده اولا مش ده السيستم بتاعك، مش دي طريقه اللعب اللي انت بتشتغل بيها. تاني حاجه مجهود كبير جدا عليك. تالت حاجه في فرق مش هتعرف تلعب معاها بالشكل ده، لان في فرقه هتقفل نص ملعب بشكل كبير جدا ومش هتديك فرصه انك تشتغل بالطريقه دي. هل بنفتقد حد يتكلم في الملعب؟ قائد يتكلم في الملعب؟ يعني واضح ان يعني مفيش حد في الملعب بيوجه يعني بيليد الموضوع، يعني حد النهارده بيقول يا جماعه طب نهدى نهدى شويه، نباصي كوره، نلعب رجل، طب يعني نطلع مع بعض. انا بشوف احنا بنشوف في الملعب محدش بيتكلم خالص من لعيبه النادي الاهلي خالص، يعني مفيش لغه حوار داخل الملعب، مفيش كلام. يعني مثلا سليمان ما بيتكلمش، مجدي قفشه ما بيتكلمش، حمدي فتحي ما بيتكلمش، حتى دياج ما يعني اللعيبه المفترض ان هي اللي تتكلم عشان تهدي الريتم شويه او تحافظ على الايقاع او تنسق رتم الاداء، مش موجوده، مش موجوده في ككلام. ايوه فاهم تمام. يعني ممكن في وقت من الاوقات السوليه يا جماعه طب نهدى شويه، طب نباصي نلعب كوره، مش لازم المدير الفني من بره هو اللي ينادي، نباصي نلعب نتحرك من رجل لرجل، مش لازم. انت جوه الملعب بتبقى حاسس بنفسك. انت النهارده في وقت من الاوقات انت شايف فرقه المريخ خلاص، يعني سجلت الهدف الاول، فطبيعي جدا يا كابتن انك تشتغل بقى من رجل لرجل لرجل، تحافظ على مجهودك وفي نفس الوقت تتعب الفرق اللي قدامك. هم دايما طول ما الكوره في رجليك انت، هم اكيد هم اللي تعبانين، لان هو اللي بيجري ورا الكوره. الكلام ده ما بتعملوش انت، حتى وانت كسبان 1-0 انت برضو عايز تشتغل كوره في العمق، عايز تشتغل كوره طوليه، عايز تجري بيرسيتاو، عايز تحرك محمد شريف، عايز تحرك الناحيه الثانيه حسين الشحات. صعب جدا انك تشتغل بالطريقه دي، لان مش ده الريتم بتاع النادي الاهلي ومش ده الستايل والاسلوب بتاع النادي. كسبنا الحمد لله، تمام كسبنا، وده شيء جيد انك تكسب وانت مش يعني في الحاله البدنيه الصعبه دي. طبعا ده شيء جيد جدا بالنسبه لك انت. طبعا. المطالب منك انك تكسب الماتش زي كده، لكن انا بتكلم عن الماتشات اللي جايه. احنا لسه في الدور ال 16، مباراه الهلال مباراه صعبه، فرقه الهلال فرقه برده قويه عنيفه، عندها طبعا سرعات، عندها لعيبه اقوياء، فانت مش مطالب انك تجاري الفرقه دي في السرعه والقوه، لان هم اقوى منك، هم بدنيا جسمانيا تكوينا هم اقوى منك، مش شرط تجاريهم في القوه. فبالتالي لازم يبقى انت بتلعب الكره السلسه السهله بتاعتك، الحفاظ على الكره، انك بتبني الهجمات اللي تتعبهم بالظبط، اللي تتعبهم هم. في نفس الوقت في 4-2-3-1 يا كابتن انت عندك مشاكل دفاعيه لازم تحافظ، لازم تحاول انك تقفلها. المشاكل الدفاعيه زي ما قلت لك قبل كده، ان احنا عندنا دايما مشاكل ورا الاثنين الباكين، التغطيات بتاعت نص ملعب مهم جدا، كان مهم جدا النهارده من حمدي فتحي والسوليه ان يكون لهم دور دفاعي كبير جدا. ممكن حاله الايجاد اللي بتمر بيها اللعيبه ما سمحتش ان هي تعمل كده، لكن في الماتشات الكبيره مش هينفع يبقى الموجود ده، الموضوع ده مش موجود. لازم يبقى في تغطيه وتغطيه من بدري عشان ما يبقاش في عندنا ثغرات دفاعيه. صحيح. طيب نروح مره ثانيه الملعب مباراه وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مره ثانيه بجد حضرتك كابتن ايمن وضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك، فوز كبير، فوز في مباراه يعني صعبه خاصه مع وضع المجموعه، خطوه من خطوتين ان شاء الله مطبقتين وصعود لدور الثمانيه. وسعدنا يكون معانا كابتن سيد حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد يعني الف مبروك، فوز كبير، فوز اعتقد كمان في مباراه صعبت بسبب ظروف المجموعه، لكن الحمد لله كنتوا عند الميعاد وقدرتوا تحققوا فوز وبنتيجه كبيره كمان. الحمد لله على كل شيء. يعني مباراه في منتهى الاهميه زي ما انت قلت، في مباراه قبل الجوله الاخيره، يعني انت عندك المباراه اللي جايه مع الهلال هي البطاقه ما بيننا وبين الهلال في الوقت الحالي، فان شاء الله الرحمن باذن الله برضه نكون موفقين. يعني احنا لحد دلوقتي محتاجين ان احنا نخش اكتر وبقوه اكتر في البطوله الافريقيه. يعني احداث المباراه طبعا زي ما انت شايف وترتيبها وتوقيتها في تلاحم شديد جدا ما بين محلي وافريقي، يعني انا بس عندي استغراب شديد جدا من الكاف، يعني عايز يعمل بطوله سوبر افريقي وهو لحد دلوقتي مش عارف يعمل حتى دوري المجموعات اللي هو بيأهل الادوار الاهم، يعني من غير فار. يعني غريبه جدا، يعني لازم يكون في فار. يعني الحكم ده نفس الحكم اللي حكم لنا صن داون السنه اللي فاتت، برده كان في كره بينالتي، انا احساسي ان كره طاهر محمد طاهر بينالتي واضحه، يعني بتترد عليه الجون. يعني الناس بتستسهل المواقف جدا، بتغير من النتيجه وبتغير من شكل الفرقه وهي بتلعبك، لكن في النهايه الحمد لله قدرنا نرجع بهدفين عن طريق شريف واحمد عبد القادر. يعني
اعتقد التغييرات كان لها فعل السحر على الفريق، يمكن حصل تراجع مع بدايه الشوط الثاني وبعد كده جون التعادل للمريخ، لكن اعتقد التغييرات خاصه مع اجهاد بعض اللاعبين ويمكن تغيير محمد هاني وكده. المباراه اللي زي ديت بتبقى عايز تكسبها، يعني عايز تكسبها باي طريقه. يعني النهارده المريخ بيلعب يعني على الملعب بقاله اربع ماتشات، دي رابع ماتش بالنسبه له، فبوضع طبيعي يكون الاحساس بتاعه موجود. يعني انت كمان ده ملعبك وكل شيء، لكن في النهايه انا زي ما قلت في الحاله اللي احنا فيها والظروف اللي انت فيها وترتيبك في المجموعه مهم جدا ان انت تكسب، وده اللي اتحقق الحمد لله. قلتوا اللاعبين يا كابتن خاصه مع ظل الاجهاد، يعني حاله اللاعبين باينه في الملعب مع تلاحم المباريات، احنا بنتكلم مثلا في حوالي 12 يوم لاعبين اربع مباريات، فاه يعني في كذا دوله وفي كذا مدينه هنا جوه مصر، يعني اتكلمتوا مع اللاعبين بتقولوا لهم ايه؟ زي ما قلت لك يعني مهم جدا ان انت توصل، وبعد كده انا عارف افريقيا بتتاخد على مراحل، مرحله ما قبل المجموعات ومرحله المجموعات، وبعد كده مرحله بتبقى صعبه جدا، اللقاءات يعني فيها نديه اكبر بكتير، يعني من دور الثمانيه. يعني مهم قوي ان انت تاخد البطاقه، الهدف المهم بالنسبه لك ان انت توصل اول، ثاني المهم ان انت توصل، لان بعد كده كلها مباريات صعبه. اخر نسختين الدور الثمانيه بالنسبه لنا كان في 2020 كان سان داونز والوداد والزمالك، في 2021 كان سان داونز والترجي وكايزر تشيفز. فاذا البطوله فعالياتها وقوتها بتزداد اكتر واكتر ابتداء من الادوار الثمانيه. المقياس في دوري المجموعات على فكره ساعات ما بيبقاش هو اللي يدي لك الرؤيه الصح، يعني لان انت بتعتمد على شويه على ممكن تلاقي نفسك تعرضت لجهات لإصابات لإخفاقات لعدم تقدير كرات أو مواقف ممكن تبقى لصالحك تتقلب لضدك، زي النهاردة مثلا ممكن كرة طاهر محمد طاهر تبقى 2-0 تترد على الجون على طول. الماتش اللي فات برضو مع المريخ كان لنا بينالتي على الأقل من 3 برضو ما تحسبوش. على العموم الحمد لله رب العالمين، عندنا فترة أنا شايف إن احنا محتاجينها جدا، الفترة اللي جاية أنا شايف ان احنا محتاجينها جدا، رغم ان هيبقى فيها راحه شويه لكن هنبقى محتاجينها ان انت بعد كاس العالم للانديه وبعد كاس الامم الافريقيه اتجمعنا في ظروف ما كانتش سهله ابدا، جمعنا بعد كاس العالم للانديه واللعيبه بتاعه كاس الامم الافريقيه جت لعيبه المنتخب، رحنا على طول لعبنا في السودان ثم على طول مصر المقاصه يوم 22 وبعدين سان داونز يوم 26 وبعدين الشهر اللي فات ده كان 28 لعبنا في فاركو يوم 1 وبعدين المريخ يوم 5 وبعدين بيراميدز يوم 8 وبعدين 12 سان داونز والنهارده 18 بتلعب، في عدد مباريات كبير قوي بدوافع مختلفه باهميه مختلفه. انا شايف ان احنا محتاجين قوي الاسبوعين دول، ان شاء الله الرحمن باذن الله هنرجع بشكل كويس قوي ابتداء من مباراه الهلال باذن الله. كابتن سيد يمكن معلش ان انا بتكلم في موضوع هو المفروض انه خلص، لكن ده اول ظهور لحضرتك بعد ما حصل بيرسي تاو واصابته مزق في العضله الاماميه، النهارده بيرسي تاو بيشارك وبيحط الجون الاول كمان، وهو طلع على فكره مش عشان عضله الخلفيه ولا حاجه، هو طلع عشان واخد كدمه في عند الركبه كده، فكان هينزل الشوط الثاني وبعد كده حس ان هي ممكن تكون وجعه. يعني انا يعني ما بزعلش من الكلام ده ابدا، يعني كل واحد من حقه انه هيجتهد ولا حاجه، لكن في النهايه يعني مهم جدا ان انت داخليا تكون الاوراق متظبطه ومترتبه، خارجيا يعني اللي عايز يقول واللي عايز يتكلم في حاجات كتير قوي، حتى الحاجات اللي بتتبعت لينا او بتتقال رسائل بالنسبه لنا مش وقته ابدا ان احنا نرد عليها يعني خالص. اخيرا حضرتك اتكلمت على الفار، لكن كمان كان اعتقد الحكم النهارده عليه علامات استفهام كتير خاصه في الانذارات، يمكن انذار حمدي فتحي في وقت مبكر جدا، الناحيه الثانيه ما فيش انذارات تقريبا لماتش الفريق. يعني مش عايز اتكلم على موضوع التحكيم ده، لكن ليا تحفظ شديد جدا جدا جدا، يعني مش انتقادا لحد، محليا وافريقيا على فكره، محليا وافريقيا، يعني انا بشوف ان ده عنصر مهم جدا جدا، ما فيش حاجه اسمها انا اساعده، مفيش حاجه ان انا اساعده، ده هو جاي يطبق ليه عداله، يعني تخيل انت ليك حق ما بتاخدوش، المفروض نتعاطف معاك ازاي يعني؟ يعني المفروض انا ليا حق انت مش بتديهولي، تمام؟ المفروض ان انا اتعاطف معاك ازاي يعني؟ انا بشوف ان ده عنصر، يعني يا راجل ده انت امبارح بتتفرج على على ماتشات اوروبا ولا حاجه، بتتفرج على ليفربول وارسنال مثلا، بتتفرج امبارح على برشلونه مع جالاتا سراي، ولا تحس اصلا ان انت الفريقين دول بيلعبوا فين؟ ما تعرفش يعني هم بيلعبوا فين من كتر العداله التحكيميه والتركيز الشديد جدا جدا اللي موجود من جانب الحكم. يعني اعتقد ان ده موضوع مهم جدا، ان هو قبل ما تفكر في السوبر الافريقي وقبل ما تفكر في مش عارف في هيتعمل ازاي وشمال افريقيا ازاي ووسط افريقيا ازاي، ما فيش مشكله لو هي فيها حقوق ممكن او ليها موارد تدخل للناس ما فيش مشكله، لكن انا اشوف ان البدايه تبدا من الحته دي، تبدا ان انت تبقى رايح تلعب في اي مكان في العالم وانت متاكد ان الحاجه الوحيده اللي ممكن تخسرك هو مستواك مش حاجه تانية. يعني اخيرا جمهور النادي الاهلي اللي كان وراكم النهارده برغم قله العدد كان دايما مساندكم، تقول له قبل ماتش الهلال واخر خطوه ان شاء الله قبل التاهل لدور الثمانيه؟ اقول الحمد لله، يعني برضو هي خطوه
كويسه لكن مش نهائيه. احنا محتاجين ماتش الهلال جدا جدا ان شاء الله الرحمن ناخده باذن الله ونحقق فيه نتيجه كويسه. هنشوف النتيجه بتاعت بكره، وايا كانت نتيجه الهلال مع سان داونز يعني انا شايف انها مش هتبقى مؤثره خالص في لقائنا مع سان داونز، اسف مع الهلال. الهلال عنده 4، احنا عندنا 7 دلوقتي. اوكي، يهمنا ان احنا نفوز ان شاء الله الرحمن في لقاء الهلال اللي هو هيبقى يوم 1، هيبقى يوم 2، المفروض ان هو مكتوب يعني ان هو يوم 2، لكن حتى في ده يعني انت هتلعب مع السنغال، مع ربنا يوفق منتخبنا يا رب باذن الله ويفرح مصر كلها، يوم 25 و29، وبعدين تيجي تلعب يوم 1 او 2، وبعدين دور الثمانية للناس اللي هتصعد ان شاء الله الرحمن نكون منهم يا رب باذن الله يوم 16 15 او 16، وبعدين الماتش العوده يوم 22 او 23. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لان في مسافه احنا مش اوروبا، يعني احنا مش اوروبا في ايه؟ يعني هو يقول لك هو بيحصل في اوروبا، بيحصل في اوروبا، بس بعد المسافه، بعد المسافات ما بين الدول ساعه، ساعه وربع، نص ساعه في طيران، ممكن ساعات يبقى داخلي. يعني ايه المشكله لو عملت المباراه يوم 8؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله تدي مساحه وقت للفرق اللي هي بتشارك في كاس، في تصفيات كاس العالم، انها لما ترجع انديتها يبقى عندها مساحه وقت 6 7 ايام تبدا يعني تاخد نفسها شويه، ويبقى عندك 7 وتلعب 16 ولا تلعب 22. ايه المشكله؟ ليه بتلعب 2 وبعدين نقعد 15 يوم؟ مع ان يوم 2 ده او يوم 1 متلاحق قوي مع 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 مباراه هتبقى واخده اذهان مش اللعيبه بس، ده اذهان شعوبها. تمام؟ يعني ايه المشكله لو انت عملت ده؟ لو عملت يوم بدل ما يبقى 1 و2 يبقى 8 و9 مثلا، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ وتلعب بعد كده برضو ترتيب دور الثمانيه ما يتغيرش. اعتقد ان في حاجات محتاجه حتى يعني ما دام انت فتحت بقى في الموضوع، يعني بص تلاقي مثلا احنا بنلعب الساعه 9 مثلا يعني، وناس تلعب الساعه 6، وبعدين ماتش تاني تلعب الساعه 3، وبعدين تلعب الساعه 9. طب يعني انا معظم ايه 99% من مبارياتي بتلعبني الساعه 9. تمام، اروح العب مع سان داونز يلعب معايا انا الساعه 3، ويروح يلعب مع المريخ مثلا الساعه 6، وبعدين يلعب مع مش عارف الهلال الساعه 7 ولا سوري الساعه 6 او 9. هو محدد لك 3 و6 و9. تمام، خلاص اللي بيلعب 6 يفضل يلعب 6 على طول، مظبوط؟ مش يجي لعب الاهلي يوم 3 الساعه 3 وبعدين لعب فرقه ثانيه يوم 6 وبعدين يلعب، مش رسم بياني هو عامل كده، عامل ما ينفعش يعني، ما ينفعش. اثنين يعني لو انت بتتكلم على بطوله مهمه قوي زي اقوى بطوله في القاره هي دوري ابطال افريقيا، اقوى بطوله باي بغض النظر عن اي كلام تافه اي حد بيقوله بره، يعني لا ده اقوى بطوله بجد، يعني انت بتتكلم على بطوله هي الاهم، مفيش كده، مفيش. كل الناس كمان يعني الحقيقه المريخ مقدم بطوله كويس قوي على فكره، يعني ما اتكلمش على حاجه تانية النهارده ولا حاجه، لكن بتكلم على شكله في المجموعه يعني هايل جدا جدا. فانت بتتكلم على بطوله هي الاقوى، ازاي دوريات بتقام في الفار داخل افريقيا؟ اوكي، والبطوله الاهم ديت الاتحاد الافريقي مش عارف، مش عايز يعملها بالفار. يعني انا عارف كويس قوي هو مش عارف يعملها بالفار ليه، لان هيقول لك في دول ما عندهاش الامكانيات ديت. افرض عليهم يا سيدي، زي ما انت بتقترح دلوقتي السوبر وعايز تطبقه وممكن تطبقه واكيد هتطبقه، مفيش مشكله لو في موارد كويسه، بس سهل بقى الحاجات الثانيه. يعني مش ممكن اروح العب مثلا مباراه في حته مثلا ما فيهاش فار ويبقى لك جون واثنين وثلاثه او حاله طرد واثنين وثلاثه او بنالتي واثنين وثلاثه وفي الاخر تقول لي يعني فلان كسب فلان. يعني شكرا، متفقين ان شاء الله. شكرا كل ضيوفك وكل جماهير النادي الاهلي، ويا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات وانجازات، وان شاء الله تتبقى خطوه ونكسب الهلال ونصعد لدور الثمانيه باذن الله. كلمه الكابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق. كابتن ماهر، يمكن الكابتن سيد اثار حته فترات الراحه، ضغط المباريات، توقيت المباريات نفسها حتى في الفتره اللي جايه، يعني ماتش الهلال مثلا السوداني هو متحدد دلوقتي يا يعني اما 1 يا اما 2 والاغلب هيبقى 2، ولكن جاي بعد مباراه منهكه للاعبي منتخب مصر اللي تقريبا نص القوام الاساسي بيتشكل منهم لعيبه النادي الاهلي، فهم هيجوا لك الله اعلم الحاله اللي هم جايين عليها سواء ذهنيا او بدنيا. ايه المشكله فعلا صحيح ان انت ترحل الماتش شويه طالما في وقت؟ ايه المشكله؟ ضغوط الفتره اللي فاتت اتكلم عنها الكابتن سيد، طبعا ما لقيناش معاونه من حد هنا، ما لقيناش مساعده من حد هنا، ومباريات متتاليه بصوره غريبه جدا، وفي نفس الوقت لما تيجي تتكلم عن طب ممكن الماتش ده يتاجل، طب ممكن ده الماتش ده مثلا يلعبوا النادي الاهلي بعد الماتش اللي جاي، يقول لك اصل ما فيش وقت، ده احنا كده وهنخلص في اخر سبتمبر. طب انا ذنبي ايه كنادي اهلي؟
احنا ايمن طول عمرنا احنا اللي محطوطين في وش المدفع، طول عمرنا احنا الظلم اللي بيبقى واقع علينا. والناس لازم تعرف ان التنظيم الاداري ده من زمان، من زمان مع الاسف يعني بالنسبه لاتحاد الكوره يعني عمرنا ما بدانا المسابقه اجتماعات وجدول موجود من البدايه لحد النهايه. مظبوط. مع الاسف كلها حاجات بتتسكن كده يعني، المهم تمشي يعني احيانا حسب المزاج. بالظبط. فاحنا مع الاسف يعني طول عمر النادي الاهلي هو اللي في وش المدفع، طول عمر النادي الاهلي هو اللي مضغوط، طول عمر النادي الاهلي هو اللي بيقع عليه الظلم ده. واكبر دليل ان احنا بقى لنا 3 سنين مع الاسف في الدوامة دي. لعبتنا في الدوامه دي. مزبوط. وجهازنا الفني ومجالس ادارتنا في الدوامه دي، بنطلع من بطوله نروح لبطوله، بنطلع من افريقيا لملف الدوري، ملف الدوري للكاس، وبنرجع تاني لمنتخب مصر. وزي ما انت قلت ايمن، ده انا شايفه ده لود كبير جدا وضغط على لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي هي اللي عندها القوام الاساسي لمنتخب مصر، المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. وفي نفس الوقت كمان انت المباراه المصريه او المباراتين المصريات اللي بيننا وبين السنغال خلاص حان الوقت ان احنا نلعبهم. النهارده لما تقعد تحط ايدك كده وتبدا تقول مين افضل لاعب في خلال الفتره دي، لما رجعنا من كاس الامم الافريقيه في المجموعه اللي موجوده لعيبه المنتخب اذا كانوا في الاهلي او في الزمالك او في الانديه الاخرى، مع الاسف كلهم مجاهدين وكلهم مش موجودين في الصوره. والاداء غير مطمئن، وده يخوفنا ويقلقنا جدا جدا على المنتخب. واحنا طول عمرنا عارفين لما المنتخب بيبقى في حالته الطبيعيه دور على لعيبه النادي الاهلي. يعني تملي تدور لعيبه النادي الاهلي، والتاريخ بيقول كده من ايام الكابتن جوهري ومن ايام الكابتن حسن شحاته، 3 بطولات في افريقيا هم لعيبه النادي الاهلي اللي حققوا هذا الانتصار. فاحنا النهارده قلقانين جدا بصراحه على المنتخب، مش قلقانين على النادي الاهلي. النادي الاهلي عارف مساره وعارف طريقه وعارف هو رايح فين واهدافه بيسعى ليها ازاي. بس انت كابتن كمان يعني، انت المفروض النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، انت كمان ما تحطليش معوقات. بالظبط. يعني انت في ايدك الامور. خلينا نتكلم بصراحه، احنا مثلا بنتكلم على الرابطه اللي بتدير المسابقه اللي هي مسابقه الدوري العام. انت ليه تلعبني؟ احنا كسبنا ماتش بيراميدز. حتى بقول كده واحنا كسبنا. انت ليه تلعبني ماتش بيراميدز وانا رايح علقه في جنوب افريقيا، علقه في السفر، وعندي ماتش بعد يومين، ثالث يوم العب ماتش وسفر يوم كامل، وانا مجهد بدنيا طالع من المطار على طالع من الاستاد على المطار على طول، وعندي ماتش بعديها بيومين مع فرقه قويه وانا خسران منها على ارضي 1-0. انت المفروض تهيئ لي الامور لان انا بلعب باسم مصر. اللي بيحصل العكس يا كابتن. بالظبط. يعني انت كمسؤول انت اللي يهمك ايه؟ مش مصلحه مصر في المقام الاول، ولا يهمك نجاح المسابقه او المواعيد اللي انت بتقولها في المقام الاول؟ لا، ما كل الشغل الشاغل ده عشان منتخب مصر، الدوري والرابطه والمباريات، كل ده عشان اوفر لمنتخب مصر المناخ الصحي اللي نقدر نروح بيه كاس العالم في المباراتين المهمين اللي هم هنلعبهم مع السنغال. بالظبط. النادي الاهلي قبل مباراه بيراميدز، انا فاكر بيان الكابتن محمود الخطيب، واخد بالك، اللي طلع الاتحاد الكوره وطلع لجنه الحكام. عايز اقول لك كمان ايمن، احنا اتضررنا السنه اللي فاتت، خسارتنا للدوري بسبب 15 بونت اخطاء من الحكام. يعني دي كمان خد بالك مشكله بنقابلها كنادي اهلي. فانت انا بطلب منك تاجيل مباراه عشان انا رايح برضك لمباراه صعبه جدا ومباراه مصيريه بالنسبه لي، بتحدد مين اول ومين تاني في المجموعه. لكن طبعا مع الاسف لا، على فكره على فكره كمان الكابتن محمود الخطيب استحى انه يطلب تاجيل المباراه. يعني الكابتن محمود الخطيب لما اتكلم، هو ما طلعش بيان، هو كان بيتكلم كلام عادي مع بعض المسؤولين. بالظبط. ولكن انا كمسؤول، هو انا مش شايف ده؟ يعني شايف طبعا، يعني شايف انا طبعاً كمسؤول متابع. وبدير المسابقه. لازم تساعدني طبعا، وانا بمثل مصر. هو يعني انا مكتوب عليا الشقه وانا بمثل مصر ومحدش كمان يقف جنبي؟ ازاي يعني؟ ما هو احنا زي ما قلت لك ايمن، احنا مع الاسف متورثين فشل اداري من حوالي يعني 30-40 سنة. لحد دلوقتي عندنا الفشل الإداري ده موجود في تنظيم المسابقات، في المواعيد، زي ما أنت شايف التحام الثلاث مواسم ورا بعض، اللعيبة المجادلة، اللعيبة المصابة، يا جماعة خدوا بالكم اللعيبة مش شايفة قدامها. طبعًا. أنت عندك كباتن موجودين، أسامة عربي مر بالمراحل دي، علاء مر بالمراحل دي، بلال مر بالمراحل دي،
في الجانب اللي هو المحلي والجانب الدولي. احنا مش هنلاقي اللعيبه دي. انت بعد كده بيحصل لك نوع، انا شايف لعبتنا اسامه، بلال، يا علاء، شايف عندهم اشباع قروي لدرجه النهارده نجومنا اللي احنا يعني احنا كنتوا بتتكلموا على احسن ثلاثه نص ملعب موجودين في افريقيا. النهارده احنا حاسين ان حمدي فتحي مش هو ده حمدي فتحي. السلية مش هو ده السلية، يانج مش هو ده يانج. نتيجة دائما الضغوطات اللي موجودة عليها اللعيبة، المباريات الكتيرة اللي بيلعبوها كل ثلاث أيام، بيحصل لك نوع من الإشباع، بتبقى أنت مش شايف قدامك. تيجي تباصي لبلال تطلع باصة بعيدة، تيجي تحط الكرة طويلة لعلاء الكرة تروح. فالنهارده واضح على لعيبة النادي الأهلي إن الإجهاد اللي واقع عليها مخلي أدائها مع الأسف مش هو ده السيناريو اللي احنا كنا مستنيينه من لعيبه النادي الاهلي. صحيح. مش هو ده الوضع اللي عليه لعيبه النادي الاهلي. صحيح. فرأفتا بقى باللعيبه دي لازم نفكر بقى بصراحه في مستقبل الكره المصريه. عندنا مباراتين يا جماعه ومستنيين 22 في قطر، نقله لينا كلنا. فان شاء الله نتمنى ان تتكاتف بقى الجهود كلها في سبيل ان اللعيبه دي ان شاء الله يظهروا بالمظهر اللي الناس مستنياهم من خلال المباراتين مع السنغال ان شاء الله باذن الله. طيب نروح مره ثانيه لزميلنا محمد توفيق من ملعب المباراه ولقاء مع مستر بيتسو مسماني المدير الفني للنادي الاهلي. من جديد برحب بيك كابتن ايمن وضيوف الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ولقاء هام جدا بعد انتهاء مباراه الاهلي والمريخ السوداني، ومعانا المدير الفني للفريق مستر بيتسو مسماني. يعني في البدايه يعني بنرحب بيه يا دكتور عمرو وبنقول له الف مبروك التجديد وبقائه مع نادي القرن الافريقي، وكمان بنقول له يعني كان الله في العون. ضغط مباريات مع ذلك يعني بيأدي اداء سواء في الدوري او كمان في افريقيا بيحقق المطلوب. هو شايف كل النتائج بتحقق في الفتره دي ازاي خاصه في ظل الضغوط الكبيره دي؟ Yeah, very difficult game. A big game. Spiritually we played it well and tactically we played it well. But if you look and you're looking for the Ali that we always know, that plays very good football. Tonight, it was not there. Tonight was about the results, and we got the results. We scored 3 goals, and we got the results. That's what's important. This was a big game. The biggest game is coming, is Hilal. That's the biggest. هو بيقول حضرتك بيتكلم عن ماتش النهارده، بيقول لك كان ماتش كبير لعبناه قدرناه كويس فنيا وحته الانفعالات والمشاعر كنا ماسكين نفسنا وعملنا كويس، وكان في روح النادي الاهلي شخصيه النادي الاهلي، بس ما اقدرش اقول ان ده اداء النادي الاهلي. يعني مش احنا مش راضي 100% عن الاداء، بس كان لازم نكسب، وده ما اقدرش، ده الماتش الكبير، الماتش الكبير لسه جاي، ماتش الهلال. دايما متعودين من مستر موسيماني لما حد بيتكلم عن مواقف المجموعات بيقول دايما العبره بالخواتيم، دي نفس الكلمه اللي قالها في المؤتمر الصحفي امبارح. شايف ان شاء الله حظوظ النادي الاهلي في الفوز بالبطوله والحفاظ على لقب العام الثالث على التوالي، واعتقد ده هيبقى انجاز تاريخي لي وللنادي الاهلي كمان. Look, we have to respect the team. We have to respect the club. We have to respect the emblem. What is needed tonight is to win the match. Okay? And we won the match. We take it one step at a time. We have the biggest step to do against Hilal. Okay? That's what is important. After we can talk about where we didn't play very well and all that. The team has to go to the quarterfinals. That's what is important. Yes, I know my team didn't play very well, but you can't play very well all the matches. So it's a tough game. It's a, you know your history with the Sudanese teams. You know it. So we are okay. We have won the match. Alhamdulillah, we won the match, and that's all. That's important for us. And congratulations to the players. They fight for this match. There were a lot of kicks and everything on this game, a lot of emotional emotions on the game. But I'm happy we didn't get the red card, and I'm happy my players respected the team. We respect Merich, we respect them. But we have to go, and we have won the game, it's finished, خلاص. بيقول حياتك اول حاجه احنا المفروض نحترم الفريق والنادي وشعار النادي. الماتش ده كان لازم نكسبه، كان المفروض نلعب عشان نكسبه وكسبناه. اي نعم ما اديناش احسن اداء افضل اداء، بس احنا المفروض نكسب بعد كده عشان نوصل لدور ربع نهائي. بعد كده الماتش الجاي اهم، ماتش الهلال هيبقى اهم، المفروض نديله اهميه اكبر عشان نتاهل من دور ربع النهائي. ابتدي نقول لعبنا كويس او لعبناش وحش، بس انا بحيي لعيبتي. انتوا عارفين اصلا تاريخ الماتشات المصريه السودانيه بيبقى فيها انفعالات وفيها حماس زايد. انا بحيي لعيبتي ان استحميت الماتش، كان فيه خبط وضرب كتير وبحمد ربنا ما خدوش كارت احمر، مفيش حد خد كارت احمر. بس المهم ان احنا الهدف من الماتش ده ان احنا كنا نكسب بثلاث نقاط وكسبناهم خلاص الحمد لله. طبعا بنشكره على وجوده معانا وبنبارك له على الفوز.
شكرا. كابتن ايمن، دقق لقائنا مع المدير الفني للفريق مستر بيتسو موسيماني، الف مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي لك وكل ضيوفك في الاستوديو، ويا رب دايما النادي الاهلي في انتصارات، وكمان يا رب نتائج مشرفه، وان شاء الله يحافظ على اللقب للعام الثالث على التوالي في انجاز تاريخ لم يسبق لاي نادي تحقيقه باذن الله، وان شاء الله دايما الاهلي في المقدمه. كلمه الكابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق. كابتن علاء، نرجع تاني لضغط المباريات ومواعيد المسابقه و المسؤولين ووضع المعوقات في مسيره النادي الاهلي. يعني الوضع الطبيعي يا كابتن ان انت وانت مسؤول النادي الاهلي بيمثل مصر، المفروض انك تعمل ايه؟ هسهل الموضوع. ايه اللي بيحصل بقى؟ لا التسهيل، لا مش تسهيل، يعني كان سيد بيشتكي الوقت من ضغط المباريات والنقل. بص يا ايمن، في وقت انت بتبقى كمسؤول مش هتقدر تعمل حته التاجيل، بتبقى مضغوط ماشي كويس، دي ماشي، لكن في وقت انت في ايدك توقيتات ممكن ترحل ممكن تاجل. صح، ده اللي احنا بنتكلم، ده احنا بنتكلم عليه، ده دي الحاجه اللي تزعلك، ده حاجه اللي تضايقك. انا في ايدي اجل مباراه عشان النادي الاهلي يريح، حتى ما يجي يعني اخر حاجه حصلت بيراميدز وكان بعدها سان داونز، الامور صعبه جدا والسفريه صعبه جدا، وانت بتتكلم في سفر طويل او 9 ساعات بعد مباراه قويه، انا ماليش دعوه بنتيجتها، انا بلعب مباراه ما اعرفش هعمل ايه، لكن المفترض انت بتلعب فريق قوي يعني، وانت كم المباريات اللي لعبتها وضغط مباريات كتير جدا، الطبيعي انت بتمثل مصر، انا اساعدك مش هضرك، المفروض اساعدك، لكن هقول لك يعني انا بطلب الحاجه العاديه، حاجه المساعده المسموح بيها اللي ممكن اعملها، مش انا مش يعني كلام سيد، انا مش بضغط المسؤول، بالعكس انت عندك وقت انت تساعدني عشان انا. صح، في الاخر اسمي النادي الاهلي المصري، انا ممثلك، انت ممثل كل مصري كل اهلاوي هنا، فطبيعي يبقى الامور تساعدني احسن من كده، تسهل لي. صح، بس طالما انا اقدر انت تقدر تسهل لي المواضيع وممكن تاجل لي مباريات وفي ايدك مش هيحصل اي حاجه في المسابقه، فده المفروض اللي يحصل، لكن يعني التعنت والضغط اللي بيحصل على لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي في المباريات ده صعب جدا، عشان كده بتيجي عليك وقت يا ايمن ما بتقدرش تلوم اللعيب، هتلوم اللعيب تقول له ايه؟ انت تعبان عشان بتلعب مباراه وتطلع على المطار وتسافر 9 ساعات قاعد في طياره وتلعب بعدها بيومين مباراه صعبه جدا وترجع بعدها ايه ده؟ اسالك سؤال تاني بعد اذن حضرتك. هو نفترض ان انت يعني بعد ماتش بيراميدز، هنفترض يعني بعد ماتش بيراميدز رحت واديت وكسبت سان داونز كويس، ورجعت الماتش اللي بعده ظهرت بحاله بدنيه سيئه، هل ده نتيجه ضغط المباريات المتتاليه؟ اكيد. طيب هل المسؤول، ما انا عارف طبعا، بس هل المسؤول ما بياخدش باله من الحاجات اللي زي دي؟ يعني انت دلوقتي مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن مسابقه كره القدم اللي هي الدوري العام كويس، على الاقل عندك فكره، الا بقى لو جايبين مسؤول مثلا كان بتاع كره ميه، اكيد كل المسؤولين عندهم فكره. حلو قوي، كويس قوي، يعني الناس شايفه قدام عينيها، هل انت مش شايف؟ ما انا بقول لك يا ايمن، بص ده كمان ايه، انا مش هاجي عليك، يعني انا كنادي اهلي وكمسؤول النادي الاهلي انا مش هاجي عليك في حاجه خالص، انا بالعكس بطلب اللي هو المسموح. ده هقول لك حاجه كمان، عارف حضرتك ان ماتش بيراميدز ده كان مؤجل؟ يعني ده ما كانش معاده اصلا. ما لا يعني مؤجل ما يتحطش في الميعاد ده، مش فاهم يعني اتشال خالص، يعني على فكره احنا بنتكلم في حاجه قديمه عشان الناس، وكسبنا الماتش الحمد لله، عشان بس ما حدش يقول انت بتتكلموا، احنا بنتكلم على حاجه قديمه وكسبتها. صح، انا بتكلم يعني الموضوع كان سهل يترحل وتدي فرصه للناس دي تاخد نفسها شويه وترجع، والحمد لله ان انت ماشي بخطى كويسه، بس انت في ضريبه، الضريبه بتدفعها الضغط على لعيبتك، ما انت دي ضريبه كبيره جدا بيدفعها لعيبه النادي الاهلي، الضغط مباريات لحد ما يجي على وقت انت مش هتقدر تلومه، يعني انت مش هيجي عليك وقت يا ايمن مش هتقدر تلوم اللعيب تقول له انت وحش، ما انا وحش ايه؟ ما انا مش اله، يعني انا فيا لو اله انا موافق، انا بني ادم، يعني هملا لك الاله والعب، ما فيش حاجه. صحيح، لكن انت في الاخر بني ادم محتاج راحه، فلعيبه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي استهلكت تماما، عشان كده سيد كان بيقول لك الاسبوعين دول فرصه عمر لعيبه النادي الاهلي، هدوء وراحه، بس هي في مشكله اللي بتمنى ان شاء الله يا رب تبقى يعني تبقى محلها سريع، لان دي هتضر عشان المنتخب نفسه،
يعني ان شاء الله بتمنى لعيبه بقى الدوري المصري كله وخصوصا لعيبه النادي الاهلي اللي هي الضغط عليها قوي ده توصل مباراه ان شاء الله السنغال تبقى بدنيا كويسه عشان انت بتتمنى نتمنى النادي الاهلي بدنيا كويسين انك انت محتاجهم اساسا طبعا هي دي بقى المشكله اللي تقلقك مش مشكله المباراه اللي بتلعبها الحمد لله احنا بنكسب يعني النهارده موسيماني نفسه قال لك النهارده الاداء انا عارف ان ده وحش جدا والناس مش مبسوطه بس يمين الماكس بس هو النهارده اللي احنا بنتكلم فيه اداء مش حلو ومش مطمئن لكن في اسباب بس في الاخر كسبت اتمنى ان شاء الله توصل مباراه السنغال يبقى لعيبه النادي الاهلي واخدين راحه كويسه يبقى حالتهم البدنيه كويسه اكتر هو انا اتكلمت في الموضوع ده كابتن اسامه مع كابتن علاء عشان ابين للساده المشاهدين ان مش شرط عشان انت مثلا لعبت ماتش وانت مضغوط ماتش كويس وكسبت وبعدين برضو لعبت الماتش اللي بعده مثلا كويس لو كنت كسبت سان داونز يعني وبعدين جيت لعبت النهارده فظهرت بالمستوى دوت بالرغم ان كان عندك 5 ايام اجازه ولكن مجهد برضو بدنيا يعني مش الخمس ايام دول بس هم اللي هيفرقوا لان انت مجهد الفتره اللي فاتت دي كلها مضغوط الفتره اللي فاتت دي كلها ممكن ياثر زي ما قالوا الكباتن على لعيبه المنتخب حتى الدوليين في ماتشين مصر والسنغال ما فيش شك في كده الضغط دوت ممكن ياثر فعلا في مباراتين السنغال خاصه ان احنا في حوالي من 6 لـ7 لاعبين من النادي الاهلي ومنهم حوالي 4 أو 5 ممكن يكونوا اساسيين في الفرقه زي الشناوي زي عبد المنعم زي السلية زي حمدي فتحي وفي ياسر ابراهيم وايمن اشرف وكان ممكن هاني يعني يا رب يكون مش مصاب وفي شريف وقفشه يعني احتمالاتهم او لا لكن على الاقل في 6 لعيبه بيبقوا من النادي الاهلي ضغط المباريات دوت ممكن استحمله فتره معينه ممكن استحمله فتره معينه ممكن استحمله 3 أسابيع في بطوله معينه شهر زي الامم الافريقيه كده كل 3 ايام ماشي لكن بعد كده لازم العمليه توسع شويه لازم يبقى في وقت للاستشفاء كويس عشان ارجع للحاله الطبيعيه بتاعتي لانه اللعيب صحيح احنا الموضوع ده احنا بنتكلم فيه كتير واتكلمنا فيه كتير وفي ناس مش مقتنعه صحيح مش هنقول انه ده السبب الوحيد ولكنه جزء او سبب كبير من الاسباب اللي بتخلي حاله اللعيب مش حلوه سواء في التمرير او التصويب او في اي موقف فني في المباراه لان النواحي البدنيه طالما انت مش مستريح عضليا قراراتك اللي هي بتاخدها من الجهاز العصبي والمخ عشان العضلات تنفذ طالما انت تعبان القرار مش هيبقى مظبوط صح ولذلك انت بتقوله لان لعيبه النادي الاهلي فيها عصبيه النهارده حاجتين برضو ممكن يكونوا مؤثرين على الحاله العصبيه التعب بيأثر في الناحيه العصبيه أي. كل ما تكون تعبان سهل التاثير النفسي يبقى عليك اكتر يعني تبقى عصبي اكتر وانت تعبان وانت مش فايق بتبقى متعصب اكتر والموقف اللي الاهلي كان فيه دول ممكن يكونوا خرجوا بعض لعيبه الاهلي شويه عن الحاله المألوفه ليهم سواء فتحي ولا هاني ولا قفشه ولا اي حد فدي ممكن تكون مؤثره نسبيا موضوع التعب دوت زي ما انا قلت احنا بنتكلم فيه اكتر في اكتر من مناسبه عشان ننبه المسؤولين لازم ياخدوا بالهم من الموضوع دوت واتمنى انه ما يكونش ليه تاثير في مباراه السنغال اتمنى ما يكونش ليه تاثير في مباراه السنغال ممكن يبقى ليه تاثير كده طبعا ممكن يبقى ليه تاثير كتير واحد زي عبد المنعم واحد زي حمدي فتحي واحد زي السلية واحد زي الناس اللي بتلعب على طول على طول على طول دي ما بتريحش أيوه. ممكن جدا يبقى ليها تاثير برغم ان اول مباراه يوم 25 يعني في وقت أيوه. ولكن ممكن الاجهاد يطولهم لحد يوم 25 ممكن جدا يعني صحيح فتره افضل ما يكون 3-4 ايام لكن ممكن جدا يبقى برضو في حاله تعب نسبي يعني اتمنى ما يكونش ليه تاثير في ماتش السنغال لكن انا عارف ان في بعض الجماهير ما يعني مش متفهمه الموضوع بالزبط. ده قوي بالظبط انا عايز يعني انا بحسها انا في طبعا. مناقشات مع ناس زمايلي يعني بس يقول لك يا عم جادي وتعبي وبتاع طب ما انتوا كسبتوا بيراميدز اهو 3 وانتوا تعبانين ويقول لك في 48 ساعه تقدر ترجع و72 ساعه صح. تقدر ترجع ماشي لو فتره صغيره لكن مش على طول
معظم السنه كده. مظبوط. فلازم يبقى في راحات، لانه مش بس بدنيا انت بتتعب، عصبيا بتتعب. أي. تعب عصبي صح. وذهني، يعني الجهاز العصبي نفسه بيتعب وبيبقى متوتر، وعشان كده القرارات بتبقى غلط، بيبقى عايز راحه اكتر. حتى انت كلاعب، وكلنا في وقت مرينا بالظروف دي، ما تبقاش عايز تلعب. مظبوط. يعني بتقول يا رب المدرب يريحني شويه، او لما بتاخد يعني بتتمنى فتره الراحه تيجي عشان تاخد اجازه، زهقت من اللعب. صح. صحيح. بعد فتره بتبقى مشتاق تاني وعايز ترجع. مظبوط. فتره تطول، لكن هي جزء من سبب، قلنا مش كل السبب لكن جزء من سبب، اللي هو موضوع التعب ده. وان شاء الله اتمنى انه ما ياثرش على ماتشين السنغال. وتاني اهم حاجه النهارده، الحمد لله النادي الاهلي كسب. صحيح. رغم ان كلنا وحتى مستر موسيماني نفسه قال في المؤتمر او لما في اللقاء اللي جابه انه مش راضي، يعني الاداء مش احسن حاجه، بس الحمد لله احنا كسبنا يعني. والهدف تحقق. صحيح. يمكن كابتن سامي عبد العزيز برضه اتكلم عن اصابه بيرسي تاو، والبعض كان بيتكلم في الايام الماضيه عن بيرسي تاو بيعاني من اصابه عضليه، ولكن هو لعب النهارده وقدر يجيب الهدف الاول. اصابه بيرسي تاو مش عضليه، بيرسي تاو واخد كدمه فوق الركبه، انا بس عشان ايه اطمن جماهير الاهلي. الحاجه الثانيه، محمد هاني هو اصيب طبعا وطلع عنده الام في العضله الضمه، فطبعا الجهاز الفني ريحه. بس انا عايز اقول كلمه لمحمد هاني هنا. انا واحد من ضمن الناس اللي فوجئت ان محمد هاني دخل لقائمه المباراه لما قريت اسمه امبارح. انا كلاعب ادرى واحد بحالتي. طبعا الواحد زمان وهو لعيب كره وقع كتير في الاخطاء دي او في الخطا دوت، عشان عايز يلعب. لكن في اصابات لازم انا اخد بالي منها كويس قوي 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 كلاعب كوره، لان انا ممكن في بعض المواقف ما بينش للجهاز الطبي ولا الجهاز الفني ان انا لسه عندي الالام دي، وهو عنده الالم دي. وحاجه غريبه جدا ان انت يعني تشتكي من اسبوع من عضله ضمه وكنت مصاب اصابه قويه وترجع النهارده. فهو لعيب الكوره الذكي، وطبعا كل لعيبتنا اذكياء، المفروض ان انت تحافظ على نفسك، لانك انت ادرى واحد بحالتك. انا كنت اتمنى ان هاني يريح النهارده، وكنت هتلاقيه الفتره اللي جايه، وكان هيروح المنتخب. نتمنى ان شاء الله ان الاصابه اللي عند هاني او اللي اشتكى منه النهارده لا تتعدى حاله الاجهاد. اتمنى. كابتن بلال جيت على نفسك قد ايه وكم مره وانت بتلعب؟ ولا مره صحيح. احنا نيجي على نفسنا ليه؟ لا عشان النادي الاهلي، عشان انت لعيب النادي الاهلي طبعا. امال ايه؟ انا بكلمك في الحياه العامه. ايوه. لا الحياه العامه دي بقى حاجه بتاعتك بينك وبين ربنا. بص يا كابتن، يعني هو اللعيب بطبيعته ما بيحبش يخرج بره الملعب. مظبوط. ده وضع طبيعي يعني، فاهم قصدي؟ فوانس انه ممكن يكون حاسس ان هو يعني في تحسن او يقدر، خاصه العضله الضمه دي عضله خادعه يعني جدا. يعني خد بالك انت ممكن تعمل سبرنت طولي جامد جدا وترجع وفي الاخر مش بحاجه، تنزل الملعب تلاقي نفسك صح حركه فجائيه، يعني يجي لك شد، يجي لك تمزق لا قدر الله، يعني الامور يعني ليها اكثر من مقياس يعني. مزبوط. فالنهارده اكيد هاني لما نزل او قرر انه يشارك، اكيد اعتقد ان هو كان حاسس باحساس جيد بالنسبه له. لكن ساعات برضو العضله الضمه خد بالك لما بتلعب كتير بيبان فيها الاجهاد بسرعه، يعني بيبان فيها يعني ممكن تشعر بتقل في العضله الضمه، ممكن تشعر باجهاد فيها، فممكن يكون حاس بالحته دي يعني. انما اتمزق دي اعتقد لو اتمزق هتبقى صعبه جدا، يبقى ما اتعالجش كويس. او خد القرار الغلط ان هو ما ينزلش الملعب يعني. انما ممكن يكون حاسس بحاله الاجهاد، تقل في العضله الضمه يعني، انا معاك في الحته. اتمنى. لكن بشكل عام يعني اي لعيب في العالم ما بيحبش يخرج بره الملعب يعني، بيحب دايما يكون موجود في الملعب. فانا اتمنى اصابه محمد هاني تكون يعني اصابه خفيفه، تكون عباره عن تقله واجهاد في العضله الضمه، ان شاء الله يقدر يكمل، لان هو يعني لعيب منتخب يعني، فاهم قصدي؟ مظبوط. النقطه الثانيه بقى، انت قلت لي المباراه اللي فاتت ما كانش عاجبك استغلال مهاجمي النادي الاهلي للفرص. صح. النهارده الشوط الثاني هل الشكل تغير؟
عجبك؟ الحقيقه بص، هي الماتشات دي كده بقى بالظبط، انك تستغل الفرص اللي بتتاح ليك كويس. يعني ممكن تبقى انت سيء النهارده، انا بشوف الاهلي سيء النهارده في الماتش تمام، الاداء سيء لكن الفينش جيد تمام. أي. عملت يعني خلاص استغليت الفرص المتاحه، ما هو مش انت مش هتبقى كويس في كل الماتشات تمام، لكن لما تبقى سيء تستغل الفرص، هي دي هي دي كره القدم. يعني مش هتبقى كويس في معظم الماتشات او في كل الماتشات، وارد جدا انك تبقى ماتش وحش ما بتقديش كويس، اللعيبه مش جيده لاي اسباب بقى، اجهاد بقى، يعني مباراه صعبه في مش يومك مش يومك تمام، لكن وانت كده تكسب صح. وانت كده تستغل الفرص وانت كده انصاف الفرص، او لما تجيلك فرصه محققه للاهداف انك تسجل هدف، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب تمام. لان وارد تبقى كويس جدا وما يجيلكش فرص، يعني وارد ان الاهلي بيكون بيلعب وبيقسم وبيشتغل وما يجيلكش فرص كتير وتجيلك فرصه واحده، هو ده اللي المفترض يشتغل عليه لعيبه او مهاجمين النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بشكل عام. صحيح. انك انت ممكن في اوقات كتيره جدا يبقى الماتش صعب جدا عليك، صعب جدا صح. ممكن يعني النهارده ممكن المريخ يكون بيلعب زون ديفنس قاتل، فيجي لك فرصه واحده تسجل منها هدف، دي مش ما تبقاش وحشه منك، لكن تبقى هو ظروف الجيم كده اتقفل، الجيم بيبقى مقفول. فلما الجيم يبقى مقفول ممكن تيجي لك فرصه، نص فرصه، كره ثابته استغلها، لازم تستغلها تسجل هدف. صحيح. الهدف يعني النهارده هدفين او فرصتين، واحده لاحمد عبد القادر من ضغط، ايوه تمام مزبوط. من ضغط، يعني دي هجمه فرديه، يعني شغل فردي. أيوة. اشتغل ضغط راح سجل هدف رائع جدا جدا جدا. محمد شريف كره علي معلول خرج، يمكن دي من الكرات كمان النادره لعلي معلول النهارده في الخروج، كان علي ما خرجش كتير. أيوة. لكن واحده اتعملت بالعرض سجلها شريف. صحيح. هي دي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. صحيح. انك انت لما تتاح ليك فرصه للتسجيل لازم تسجل، لانك انت لو ما سجلتش هدف خد بالك والوقت عدى، بالنسبه للفرقه اللي سجلت هدف التعادل هي بيبقى عندها الحاله بتاعتها بتبقى افضل، بعدها نشوه، وعندها رغبه في ان هو يكمل. بتكلم على المعنويه او الحاله النفسيه طبعا بتبقى افضل بكتير جدا. بالزبط. لكن لما يجي لك فرصه زي كده للشريف ان هو يسجل هدف الثاني، اعتقد كده خلاص بتقتل الماتش. مظبوط. فرصه بعد كده لعبد القادر بيسجل الهدف الثالث، هو ده اللي احنا عايزينه. حتى لو انت وحش وجالك فرص تسجل سجل عشان تكسب الماتش. صحيح. لان في ماتشات بتخلص بالطريقه دي، ماتشات كتير، يعني انت مش هتفضل كويس طول السنه، يعني مفيش فرقه في العالم بتبقى كويسه على طول على مدى على طول الوقت، لا هيجي لك ماتش تبقى كويس، ماتش تبقى وحش، ماتش تبقى وسط، ده حتى في الماتش نفسه تبقى فترات كويس، ما هو طبيعي فترات بتنزل ما بتلعبش نفسك. مظبوط. ما هو اكيد انت بتلعب فرقه ثانيه برضو عندها لعيبه وعندها مدرب وعندها امكانيات، وهيجي لهم وقت في الماتش ان هو يهاجم، وهيجي لهم وقت في الماتش ان يجي له فرص. صحيح. لكن وانت بالشكل ده تسجل اهداف تحسب لمهاجمين النادي الاهلي، تحسب لعيبه النادي الاهلي. مظبوط. طب ايه رايك نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا؟ نطلع فاصل. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر معانا بعض الحالات، يا ريت لو كانت جاهزه بالاهداف، لو جاهزه ننزلها دلوقتي، لو مش جاهزه هي جاهزه يا كابتن. ده بدايه الجول الثاني يا كابتن، ما يجيبلناش ماشي نكمل. بص يا كابتن، طب ما جابش الجول الاولاني ليه؟ واضح واضح ان انتشار لاعبي المريخ، يعني الخطوط قريبه من بعض، المدافعين مع وسط الملعب، ويمكن الانتشار بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، يعني انا اول مره اشوف اربع لعيبه، دول ست لعيبه يا كابتن تقريبا. بص في مساحه قد ايه؟ على اربع لعيبه. ايوه. ف يعني خبره لعيبه النادي الاهلي ومهاره لعيبه النادي الاهلي اللي احنا اتكلمنا من خلالها، وقلنا الاختراقات اللي احنا متعودين عليها خصوصا من اختراقات الاطراف. واضح طبعا الباص البيني لمعلول، قدر معلول طبعا يهرب من خط الظهر، واتلعبت له في مساحه هو بيفضلها. معلول من ذكائه في الحاجات ديت بيتريث بشكل كبير جدا، بيبدا يبص، بيبص عنده رؤيه كويسه، عنده رؤيه كويسه. صح. فبيبص على اللعيبه الكثافه العدديه اللي احنا اتكلمنا عليها المهاجمين النادي الاهلي، فكان واضح ان شريف تمركزه افضل لاعب موجود. يعني شفنا الكثافه العدديه، لو شفنا يا جماعه حليها قليله جدا. مزبوط. للنادي الاهلي هم عندهم 2 4 6 لعيبه موجودين في منطقه في الكره دي، كان تقريبا شريف لوحده هو المتواجد. بالظبط موجودين مش موجودين، والباقي مش موجودين. واحنا قلنا مطلوب الكثافه العدديه للعيبه النادي الاهلي عشان نقدر نستغل الفرص اللي بتيجي، نقدر نستغلها اهداف بهذا الشكل. لكن طبعا واضح مهاره من معلول وتمركز جيد جدا من شريف، قدر ينزلها له لتحت.
شريف طبعا صوب تصويبه جميله. يعني هدف بنسميه احنا كده بلغه التدريب جمله تكتيكيه متعودين عليها من خلال هي الجمله التكتيكيه دي اتعملت تقريبا من 3 لعيب بالظبط وانتهت نهايه سعيده. اه يعني مش شرط العدد برضه. لا هو هو زي ما انت قلت يا امل الجمله التكتيكيه بتتبني على اكتر من لاعب يعني لاعب واثنين وثلاثه، لكن احنا متعودين على معلول بمهارته وجوده في الاختراقات في الثلث الاخير اذا كان عن طريق كروس او عن طريق الحاجات اللي بيعملها لما بيوصل للخط بينزلها لتحت للي جاي بيبقى افضل. ولكن احنا تقريبا يا كابتن في الكوره دي بالذات يمكن كان في 11 لمسه قبلها واللمسه ال 11 انتهت بتسجيل محمد. اه بالظبط وده اللي احنا قلناه قلنا نمسك يعني كوره بالظبط الشوط الثاني عايزين نغير بقى الاسلوب نمسك كوره ونبدا نخترق اختراقاتنا والجمل التكتيكيه اللي احنا شغالين عليها وحافظينها. فدي جمله من ضمن الجمل بصراحه اللي احنا بننفذها في معظم الماتشات قدرنا نجيب منها هدف. وزي ما الكباتن قالوا دي خبره لعيبه النادي الاهلي، يعني ممكن النهارده الجيم يبقى ما فيهوش توفيق بشكل كبير لكن خبره لعيبه النادي الاهلي قدرت تحسم اللقاء بشكل كبير جدا بثلاث اهداف. بص يا كابتن هنا برضو في تحرك ايجابي من علي معلول خلف مدافعي المريخ السوداني، ودي من الحاجات اللي تحسب لعلي معلول. يعني هو عنده الرؤيه. اه طبعا يا كابتن علي امال هكلم مين؟ لا لا فبرضه دي الحاجات اللي بتحسب لعلي معلول خصوصا في النواحي الهجوميه. هي انت انا كنت بتكلم على الهدف يا ايمن بقول لك المره الوحيده اللي شفنا المساحه صح بهدوء والتمريره اتعملت صح والتايمنج صح ايوه الهدف بتاع علي معلول صح. اللقطه دي بتقول لك ان الوقفه الغلط بتاع دفاع المريخ موجوده والمساحه موجوده. يعني اقول كده برضه ما اه ما انا بقول نفس الـ نفس الـ يعني يعني موجوده، بس هي المشكله كانت يا اما دقه التمرير يا اما التمريره بتبقى طويله شويه يا اما العرضيه بص بص الثلاثه فين والاثنين واقفين وراهم يعني ده الثاني ده الهدف ايوه بص ده الهدف كويس. وقفت لعيبه المريخ هي من بدايه المباراه نهايتها غلط خطيئه مزروح. أربعة ورا بيقفوا غلط تماما، حتى اللي هو الجول اللي كان بيتكلم فيه كابتن ماهر الاثنين اللي مساكين مش شايفين محمد شريف، بدل محمد شريف خد خطوة وحط الكورة والحارس كمان يعني متواضع كويس. المساحة موجودة على طول يا أيمن، لكن الكورة دي فيها حاجة واحدة بس عملت صح. الكورة اتعملت توقيت صح قوي من محمد مجدي ودي من مميزاته طبعا هايلة، تايمنج صح قوي. علي معلول لاعب بص للمنظر ده ده الهدف بتاع محمد شريف بتكلم يا كابتن ماهر. بص محمد شريف فين؟ مظبوط بين اثنين مساكين ولا شايفين محمد شريف ولا حد ماسك. بص يعني اولا كثافه عدديه من لعيبه المريخ كتير جدا ومش موجوده، بس رؤيه بقى وعلي معلول وتنفيذه دي علي معلول بقى وشريف يعني سرق الاثنين دول. ما هي دي يعني انا ما هي بص الهدف بيجي دايما ايمن ايجابيه من حد وسلبيه من حد. ايجابيه علي معلول اللي متميز بيها دايما اللي بيوصل هنا بيعمل الكره غالبا على الارض لواحد صح كويس. ايجابيه محمد شريف ان هو خد خطوه لتحت ومتوقع الكره دي الايجابيات. السلبيات بقى بتاع كل الطاقم الاحمر ده ان الطاقم ده كله بيبص على علي معلول مش عارفين الكره تروح لمين، والموجود الدفاع ده دايما ده خطا على طول. الخطا الاخطاء الدفاعيه في المريخ يا جماعه المره الثانيه موجوده من بدايه المباراه لنهايتها. وزي ما بقول لك انت المشكله كانت عندك انت التمرير مش صح. انت بتقول الهدف ده 13 تمريره 11 تمريره او 11 تمريره أيوة. كويس ما انت ما عملتش في بدايه المباراه نهايتها 11 تمريره غير ليه التمريرات يا اما الصحيحه بتخلق المساحه اللي انت بتدور عليها مميزاتك مميزات لعيبه النادي الاهلي تمرير صح عشان الاقي المساحه اللي يتقدم فيها معلول او الجانب الاخر محمد هاني ويعمل الحاجه اللي بيتميز بيها الكره عرضيه وعندك واحد بيعرف يسرق كويس او يقطع كويس او محمد شريف. هو دي مميزات لعيبه النادي الاهلي. الهدف ده يقول لك مستك الكبير قوي انت فاقدها بس لما عملتها في لعبه واحده بس جبت هدف. دي برده وقفه ثانيه يا كابتن اسامه من لاعبي المريخ برده وقفه من الوقفات الغلط. يعني بص المساحات المتواجده خلف خط الوسط او الدفاعي او المتواجده في الثلث الاخراني الملعب المريخ هو اصلا في الموقف ده رقم 5 هو الباك رايت أيوه. من اول الماتش يعني لان هم كانوا بيلعبوا 4-3-3 ايوه هو متقدم جدا جدا في في مساحه مش مفروض يتقدم فيها او على الاقل رقم
25 يرجع لتحت شويه، والراجل المساك ده اللي هو اللي جنب شريف ده يبقى جاي شويه كده، وده جاي شويه كده، يعني كله يرحل كده. هم سايبين المساحه اللي في الصوره دي الكبيره دي اللي لسه كان علاء وكابتن ماهر بيتكلموا عليها في الجون بتاع شريف برضو، علي معلول قدر يضربهم في المساحه ديت ومفيش حد واقف فيها مظبوط. هو النهارده على فكره الظهير الايمن اللي هو توماس ده ما كانش بيلعبه، هو النهارده بيلعب خمسه اللي هو حمزه داوود ده باك رايت، هو كان سيرت باك الماتشات حمزه داوود كان بيلعبه باك رايت مكان الباك رايت اللي هو اسمه توماس. فهو برضو ممكن تكون الوقفه بالنسبه له فيها مشاكل شويه. هو عامل لنا الجنين يا اسامه. الهدف الاول بتاع بيرسي تاو هو اللي طلعها غلط. مظبوط. والهدف بتاع ضغطه احمد عبد القادر هو برضو مش واقف صح. مظبوط. ده دليل كلامك ان هو مش متعود على الوقفه ناحيه اليمين فعلا، هو واضح ان هو مش مكانه ده. مظبوط. هو الماتشين اللي فات علاء لاعب كان بيلعب سيرت باك. هو لما لاعب صلاح الدين ممكن ارجع بعد اذنكم الصوره دي مره ثانيه. ليها تعليق بسيط بس على حاجه بسيطه. يعني يا ريت ترجع صوره. هو ماشي. المره دي لاعب صلاح الدين النمر جوه ولاعب حمزه على الباك رايت، فهو في المواقف كتيره هو مش حافظ المكان قوي. صح. ففي مره بيطلع في وقت مش بتاعه لقدام، مره بيخش للعمق قوي ويسيب الطرف لعلي معلول. يعني كان في لخبطه في الجانب دوت. لدرجه هو طبعا طبيعي ان 25 هو الصاوي لانه بيلعب جناح، ساعات يرجع كباك في الحته يعني بيقفل، بس بيبقى قافل مع النمره خمسه اللي هو تحت، بيبقوا اربعه وهو خامس والناحيه الثانيه السادس. دي في حاجات يعني فرق كتير في العالم بتبقى موجوده، لكن ان كل المساحه دي تبقى فاضيه بالطريقه دي حصلت في كوره شريف وعلي معلول، ودي حصلت في اللعبه ديت. فواضح طول الوقت كده يا كابتن اسامه. طول الوقت عندهم احنا بص انت شفت بصيت بس يا بلال انت بصيت على المكان الصح. طب انا معلش انا عايز برضو اتكلم عن وقفه محمد هاني واحنا معانا الكره وبنهاجم، واللي هناك مين؟ محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم، ياسر لا ياسر لا اللي معاه الكره مين؟ اعتقد حمدي فتحي. كويس. اللي هناك في الصوره اللي ورا هاني ده منعم، مش كده؟ منعم وهاني كويس، والسوليه هو وشه لحمدي، صح وبيرسي تاو وشه لحمدي، بس السوليه وشه لحمدي نازل يستلم. ايوه. الوضع الطبيعي ان محمد عبد المنعم واحنا معانا الكوره المفروض يلف جسمه ويبقى وشه للملعب الثاني. صح؟ هو محمد باصص لناحيه جول النادي الاهلي. بس هو خلي بالك يا ايمن، انت بتوقف الصوره دي لحظيه، ما بتبقاش ربع يعني جزء 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 من الثانيه الكره دي. انت لو يعني الصوره يعني دي بعديها جزء من ثانيه هتلاقي جسمه يعني معدوم لسه بيعدله. يعني دي مش الصوره متحركه، انت وقف الصوره على شكل فاهم يعني الصوره واقفه في جزء من الثانيه في اللحظه دي. احنا بنتكلم للتوضيح فقط. طبعا يعني لعيبه المريخ كعدد هم كلهم تحت الكوره باستثناء راس الحربه، يعني في اربعه اهو في نص الملعب، خمسه سته وثلاثه ورا تسعه يعني، بس زي ما شفنا في الجون اللي فات عدد، بس الوقفه غلط في كتير. يعني حتى لو الثلاثي اللي ورا ده واقف مظبوط على الثلاثي اللي في النادي الاهلي اللي هو اللي هو شريف وقفشه وحسين الشحات، حتى لو الوقفه الثلاثه دي على ثلاثه صح، لازم نمره خمسه ده يبقى لتحت و25 ده لتحت، بحيث المساحه دي تتقفل على علي معلول ما يتحركش فيها. صحيح. يعني هي دي يعني مشاكلهم الكتيره في الوقفات الدفاعيه في الاجناب. أيوة. لما بتتلعب عليهم التمرير الواحد اتنين او الوان تو بسهوله جدا بيتضربوا فيها. صحيح. بس احنا الحاله الفنيه بتاعتنا ما كانتش حلوه قوي، ولذلك المواقف دي ما ظهرتش كتير. مزبوط. يعني ما استغلناهاش كتير. عادل علي معلول قدر يعملها في واحده وشريف جابها جون. أيوة. عملناها في موقفين ثلاثه تانيين. أيوة. بيرسي تاو استغلها جبنا جون، لكن ما كانتش كتير طوال المباراه. أيوة. عندك تعليق على حاجه كنت عايز تتكلم على حاجه بخصوص كابتن اسامه بيتكلم؟ لا انا بس عايز يعني اكمل كلام كابتن اسامه. عايز اقول يا كابتن، انت في فرق بتلعبها تبدو ان هي فرق حلوه كويسه، تبدو ان هي فرق يعني عندها امكانيات وقدرات، ولكن في الاساس يعني اساس اي فرقه بتنبني عن التنظيم. تنظيم مظبوط. يبقى لازم تنظيم دفاعي وتنظيم هجومي على فكره. مزبوط. مش بس تنظيم مزبوط. يعني دفاعي بس. المريخ ما عندوش اي تنظيم خالص في الناحيه الدفاعيه نهائي. خالص. السرد باك يعني في الجول الاول السرد يعني الطبيعي جدا انك تقف على خط واحد. الاثنين الباكين والسرد باكين، السرد باكين واقفين
3 4 متر مغطيين التسلل. يعني على فكره لو اتلعبت والاثنين قدام اوفسايد. ايوه تمام. الكره اللي بعد كده الهجمتين التانيين زي ما انت شفت كده مفيش اي تنظيم دفاعي. في وقت ممكن يبقى انت مثلا بتلعب بكم الاجهاد الموجود ده، لو انت فعلا دارس كويس الخصم اللي قدامك تمام، زي ما شفنا كده الاهلي تستغل خطا او او خطئين من الحاجات اللي وتسجل هدف باقل مجهود ممكن في المباراه، لان هم عندهم قوه بدنيه كبيره جدا، عندهم اندفاعات كبيره جدا، عندهم انطلاقات جيده جدا في الناحيه الهجوميه، لكن الفرق اللي ما عندهاش تنظيم دفاعي واقفه جيده ممكن تخسر في اي وقت بسهوله جدا، تقدر تسجل بسهوله جدا. يعني المريخ اقول لك على حاجه، المباراه اللي فاتت والمباراه دي على فكره مش المباراه اللي فاتت بس، المباراه اللي فاتت دبل باص عمرو السوليه 5 متر فرق بينه وبين 5 متر يا كابتن فرق بين اللعيب، لكن عشان التغطيه الغلط هنا بص برضه يا كابتن، يعني واحد وسط محمد ثلاثة. شريف في وسط اربعه ده الهدف، لا كابتن مفيش حد بس سالم اما الهدف الاول كابتن بص يا كابتن واحد ضد اربعه يعني بيبصوا على الكوره. طب هات بس هات الهدف، هات الهدف الثاني يا كابتن بتاع شريف كده محدش اصلا محدش شايف شريف فين، محدش شايفه تمام. الهدف ده برده محدش شايف، محدش ماسكه، هم متواجدين في ال 18 بكثافه. هو ده الهدف بتاع شريف يا كابتن اللي طلبته متواجدين في ال 18 بكثافه، لكن فين فين عينك علمان؟ فين الرقابه؟ يعني الطبيعي جدا واحد يبقى قدام شريف والتاني في ظهره، لو اتحرك كده يروح معاه، ده في الهدف الثاني اللي سجله شريف. لكن بص يا كابتن الاربعه بيبصوا على الكوره، الاربعه بيبصوا على الكوره، حتى لو وطاير كمان جاي راجع لو سابها شريف هتروح لطاير محمد طاهر يقدر برده بطن رجله يحطه ويسجل هدف. فانت بتتكلم في فرقه يا كابتن يعني ما عندهاش اي تنظيم دفاعي، مش 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 قليلين، لا ده ما عند يعني قال بيه تنظيم دفاعي ان خط الدفاع كله يبقى على خط واحد ده اللي بيه. وكمان يا بلال المساحه دي يا ايمن اللي متصوره دي اللي هي الزرقاء دي دي معروف في الكوره دلوقتي قبل السردباكات والباكات الديفندرات لازم بتملى المناطق دي يكملوا مظبوط. يعني ليه؟ لان الثلاثي اللي هو اللي قدام ده اللي هو الـ السردباك اللي راح يقفل على معلول والسردباك الثاني والباك رايحين بيقفلوا على خط علي معلول عشان الكره ما تلعبش بالعرض كده، مفروض الديفندرات لازم يبقوا في المساحه دي. يعني كل الفرق العالميه بتتفرج عليها او الفرق الكبيره اللي هم الاثنين اللي جايين لازم ده سريع يبقى في مغطي الحته اللي هي المساحه اللي يتحركش فيها اللي يتحرك فيها شريف دي طبيعي. يا كابتن بص انا هقول لك بس هستاذنك في نقطه كمان في التنظيم الدفاعي. انت دلوقتي عندك ثلاث لعيبه من لعيبه النادي الاهلي يبقى لازم ثلاثه يمسكوهم وواحد مغطي كابتن ده يعني ثلاثه على سته انا بكلمك ثلاثه على سته انا بكلمك القطره ساعات بتغلط بمعنى ايه؟ لما ست لعيبه ضد ثلاثه القطره ساعات هو في غلط خلي بالك هو في غلط التنظيم بيعتمدوا على بعض ويعتمدوا على بعض التنظيم الدفاعي لما بهذا الشكل ممكن يوقعك في كوارث. يعني احنا هنرجع في الهدف اللي جه فينا احنا برضك خد بالك وقعنا وقعنا في خطا دفاعي بنفس التنظيم ده مظبوط. بس يا كابتن بص انا عايز اقول لك حاجه قبلها، الكره دي تحديدا فيها غلق مساحات اكتر من مان تو مان. ايوه يعني بمعنى ايه؟ يعني السردباك اللي هو سابق شريف ده اللي هو رايح على القائم الاولاني مش اللي رايح يقفل على علي معلول ده تحركه سليم ما تقدرش تقول ده تحركه غلط هو رايح يقفل الحته دي لان ممكن علي معلول لان علي معلول ممكن علي معلول كلاعب تاني يلعبها بالعرض ده طبيعي ولكن وسط الدفاعي ده اللي نمره 12 ده اللي هو بيجري جنب شمال طاهر على شماله ده لازم يقفل المساحه دي لازم يقفل بسرعه المساحه اللي علي معلول كان لازم يكون اسرع ياخد خطوتين اسرع من شريف المفروض يخش في المنطقه دي هيبقى مشترك مع شريف او قابل المنطقه دي حتى علي معلول لو فكر هيلاقيه واقف او هيلاقيه في المتواجد في المكان ده. يعني هو لو رقم 12 ده يعمل عليه سهم ويدخله جوه نفس الحركه اللي شريف اتحركها لتحت هو يتحركها لقدام صحيح. يعني يا ريت تعمل لنا السهم ده هيبين يعني اسامه اتكلم كمان على التامين العقوص مهم قوي طبعا لازم يقفلوا لجوه لازم يقفل جوه شويه يقفلوا جوه يقفلوا جوه هنا لازم يتحرك كده هيبقى في مشكله بالنسبه لعلي مظبوط هيبص هيلاقي الاثنين دول واخد بالك الراجل اللي مامن خارج ال 18 فهتبقى لكن عايز اقول ان تفوق المهاجمين تملي واستغلالهم للفرص اكتر من
تمركز المدافعين يعني اللي جوال بتيجي تفوق من المهاجم وخطا من المدافع صح. فتملي المهاجم وخبره لعيبه النادي الاهلي احنا بنقدر نستغل الحاجات دي بشكل كبير صح يا كابتن. يعني ده بالنسبه للهدف. الهدف الثاني يا كابتن الهدف الاول اسف بتاع برده تاو نفس عدم التنظيم اللي انت شايفه. الهدف الثالث برده نفس عدم التنظيم لان انت خد بالك لما يكون انا اتنين سردباكين بنباص لبعض وانا اصلا مش شايف مين ورايا دي كارثه يعني كارثه دفاعيه يعني كبيره جدا جدا جدا. فعايز اقول ان في بعض الاوقات هتقابل فرق عندها قوه هجوميه كبيره جدا لكن عنده سوء تنظيم دفاعي صحيح. عنده سوء تنظيم دفاعي فتقدر انت تستغله لازم تستغله بشكل كبير. معظم الفرق الافريقيه كده ايوه كابتن 90% حتى صن داونز كابتن عندهم نفس المشكله طبعا صن داونز برده عنده نفس المشكله بتاعه التنظيم عنده مشكله دفاعي. في القلب كمان طبعا اثنين في القلب بعاد جدا عن بعض مزبوط. تقدر تعمل ثرو باس ما بينهم الاثنين التغطيات العكسيه بتاعتهم الكرات القطريه تمام الكرات العكسيه يعني الطويله عندهم مشاكل فيها دايما بالظبط يعني دايما المنظر ده بيقول لك مبادئ الدفاع تحت ضغط لازم اشتت في حاجتين يا بلال هو ده الهدف الثالث يا كابتن ده الهدف الثالث كابتن في المنطقه دي بالذات المنطقه اللي هي التلت الدفاعي تحت ضغط لو المهاجم قريب منك مبادئ الدفاع تقول لك لازم اشتت ما تلعبش كره بالعرض ده لا في بالعرض ده ممنوع طبعا لو اتخطف الجول انواع الباص بيبقى القطري والطولي والخلفي والعرض العرضي بيبقى اخطرهم في المنطقه دي بالظبط في المنطقه دي يعني انت دايما تقول للمدافعين ايه في المنطقه دي لا ما تلعبش كره بالعرض حاجتين يا اما في المنطقه لو عليك ضغط تحت ضغط لازم اشتت لكن مفيش ضغط في مسافه بيني وبين المهاجم ابدا الهجمه بالظبط كده ابدا الهجمه او ارجح لك جوله او ارجح لك جول عندي اختيارات هو بقى عمل ايه نكمل اللعبه راحت اللي بعده يا كابتن واللي بعده كمان ايه ما راحش للكوره لا ما راحش للكوره هو ده اللي بيستلم مش انا بقوله لك صح فالرؤيه عند احمد عبد القادر ان هو شايف الكوره وشايف الخصم فاحمد عبد القادر راح استلمها قبله رقم خمسة ده حمزه بيلعب قلت لك سيرد باك في الماتشين اللي فات اهي يا كابتن ممكن وقفته برده مش وقفه باك كويس متمرس مظبوط يعني هو لو هو متمرس فعلا مظبوط حتى لو هو هيبقى بنص عين كده انت بتشوف احمد عبد القادر هيطلعها دي نقطه اسامه النقطه الثانيه اللي قالها ايمن ان انا لازم اروح للكوره طبعا اروح للكوره كمدافع طبعا واخد بالك عشان اشتت مظبوط فاللي انا اقصده ان هو وقفته ها واقف بوشه قوي لرقم 20 اللي هو امير اللي لعبها له بس انت برضو كباك لازم بتبقى واقف بنص جنب يعني انت صح. ما بتروحش بوشك كده ومش شايف مين اللي في ظهره هو مش شايف احمد عبد القادر فاحمد عبد القادر جه من خلفه وقدر يخطفها واقف وقفه سرد باك ايوه ايوه بالظبط عشان مش متعود هو على المكان ده يا ريت لو الجول اللي دخل فينا يبقى موجود برده نشوفه المره كابتن ماهر لحد ما نشوف اللقطه بتاعه الهدف ايه اهم الدروس المستفاده من مباراه اليوم الاخطاء الدفاعيه بالنسبه لنا يعني رقم واحد يعني قررت يمكن في الهدف اللي دخل فينا ثم الكره اللي جت في العارضه ايوه الله يقدر كانت النتيجه لسه واحد واحد يعني هنبص ده الهدف هنبص هنلاقي رقم واحد التمركز بتاع قلبي الدفاع مش ماسكين حد يعني يمكن يعني في الكره دي مثلا ده حمدي فتحي اللي على الدايره او اللي على خط ال 18 صح حمدي مأمن كويس مأمن الدائرة بشكل كويس علي كان لازم يضم شويه لازم يضم يضم كمان للداخل لازم يدخل جوه شويه بالظبط بالظبط كده كويس هنا كريم مع الراجل لكن راس الحربه لو معلول ضم يبقى ياسر يخش جوه شويه كمان مع المساك الثاني ياسر أيوة. هو قدام معلول كان لازم يضم شوية يضم يضم مع الراجل الاحمر ايوه لان معلول خلاص ضم على الراجل فكده ماسكه وشاف الكوره وشاف الخصم نفس الكلام بالنسبه لياسر شاف الكوره وشاف الخصم كده هيبقى تامين دفاعي للرباعي خط الظهر سليم 100% مع تامين حمدي فتحي خارج ال 18 مالناش دعوه بالراجل اللي هناك الراجل اللي هناك عمل ما الكوره توصل للراجل اللي هناك نقدر نرجع تاني ونغط. معلول يضغط وبقيه الخط يبدا يترحل فده يعني خطا من ولكن الخطا هنا في الوقفه أي. في الوقفه وبعدين الكره عدت بقى عدت قلبي الدفاع وعدت معلول ما ينفعش الكره تعدي طبعا كده لا وفي كمان يا كابتن ماهر ياسر مش بس المسافه عاملها وحش كمان تغطيه الكره أيوة. يعني لما جيبها تاني كده ياسر لو بعد اذنك تجيبها تاني ياسر مغطي الاوفسايد
ايوه يعني كريم فؤاد وعبد المنعم هيك كوره ثانيه. اه بص كريم فؤاد وعبد المنعم لو ياسر خطوه لورا هيبقى دول الاثنين اوف سايد. الاثنين دول اوف سايد. اه ده حل تاني. ياسر متاخر لتحت وبعيد كمان يعني يعني لو هو قريب من الرقم يعني الرقم 38 ده بدل ما يشوط لو عملها من ورا عبد المنعم كده ده هيجيبها جول. أيوة. اللي هو بعد عبد المنعم اللي هو قبل ياسر. بس ده حل تاني. فهو حاجه من اثنين يا اما يكون معاهم على خط ويكشف ده اوف سايد يا اما يكون مقرب على اللاعب اللي هو اللي معمول عليه الدايره ده. السنس برضك السنس المدافع يعني صح في رجوعه يعني بيبقى حته انه يكشف. انا في الكوره دي يا كابتن ماهر عايز اشيد بمحمد الشناوي. اولا هو شالها كويس جدا وكره كانت صعبه جدا. ولكن زي ما بنقول ان في متابعه للفورورد لازم يكون في متابعه للمدافعين اللي هو رد الفعل. بالظبط. بالظبط رد الفعل المهاجم ورد فعل المدافع. بالظبط رد فعل المهاجم هو عشان متعود انه يروح يجيب. ايوه في رد فعل المدافع لازم برضه. بالظبط وقعت من ايده الجول انا كمان لازم اروح عشان اشتت. صح. فدي برضك من ضمن الحاجات اللعيبه لازم تتمرن عليها اسامه رد الفعل المدافع. لكن المهاجم طول الجمل التكتيكيه اللي احنا بنشتغل عليها في التصويب في الكورسات العرضيه بيبقى رد الفعل المهاجم يعني حاضر موجود. صح. بشكل كبير. لكن يا عيني رد فعل المدافع لازم يتعلم ان هو لما الكره تقع من ايده الجول لازم اروح انا اسبق بسرعه واشتت اطلع يا اما كورنر يا اما اطلع اوت عشان انقذ هدف ممكن يجي فيا. فلازم يبقى عندنا من الثقافه التعليميه والكرويه للمدافعين ان في حاجه اسمها رد فعل المدافع. ممكن تخبط في واحد وتروح في اتجاه المهاجم. مزبوط. ممكن تخبط في الحيطه الكرات الثابته تخبط في الحيطه والمهاجم يروح. ممكن تخبط في العارضه وترجع المهاجم يروح. انا كمان كمدافع لازم يبقى يقظ في الحاجات دي واعرف ان في رد فعل. ايه هو رد الفعل؟ ان انا جوه ال 18 عايز الحق قبل المهاجم عشان اشتت الكوره. صحيح. ده برضو الضغط الامامي للاعيبه النادي الاهلي وتحركاتهم على في الثلث الامامي او الثلث الخلفي هيبقى لفرقه المريخ السوداني. برضو بص التمركز الخاطئ من لعيبه نادي المريخ والضغط من لعيبه النادي الاهلي في التلت اللي هو قدام ال 18 ده برضو يسبب اخطاء. بالظبط. ولعيبه النادي الاهلي عاملينها بشكل كويس وشكل مؤثر. ولكن بص اللامركزيه بقى اللي احنا بنتكلم عليها. بص مثلا محمد شريف فين؟ بيرسي تاو داخل جوه. حسين الشحات داخل جوه. حمدي فتحي عامل ضغط من قدام وعمرو السولية عامل ضغط من قدام. وقفشه في ناحيه الشمال. يعني برضو في يعني كان في بعض الحالات الحاجات الايجابيه النهارده في تحركات لعيبه النادي الاهلي اللامركزيه اللي احنا بنتكلم عليها. بالظبط. مهم جدا التنظيم يا ايمن في فترات كثيره جدا محتاج انك انت تقف صح. ايوه. عشان الوقفه الصح بتساعدك بشكل كبير جدا انك انت تقدر تخلق فرصه وتقدر تجيب جول. الشوط الثاني لما وقفنا صح وتمركزنا صح فرصنا كانت قريبه ان احنا نقدر نسجل من خلالها اهداف. صحيح. طيب كابتن علاء من ايجابيات ماتش النهارده اللي تبني عليها الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه الحمد لله في فتره اسبوعين راحه ولكن اللعيبه الدوليه راحه المنتخب مصر ان شاء الله ربنا يكون في عونهم ومعاهم. اكبر ايجابيه النهارده انت كسبت. اكبر ايجابيه كسبت. طيب الراحه كل الظروف اللي انت مريت بيها والظروف اللي في اللعيبه فيها لعيبتك. طيب لكن انا شايف اكتر حاجه ايجابيه النهارده قدرت تكسب المباراه ثلاث نقاط. خليني اقول لك قبل الحاجه الايجابيه النهارده مستر موسيماني ادى اللعيبه 8 ايام اجازه. 8 ايام اجازه. نكمل على الحاله اللي انت كنت بتقول عليها كده. بس هو ده اكتر حاجه انا عجباني جدا النهارده ان ثلاث نقاط انت محتاجهم وحصلت عليهم رغم كل الظروف اللي انت فيها اذا كان اجهاد اذا كان ضغط عصبي اذا كان عدم توفيق اذا كان مفيش اداء حلو لكن ثلاث نقاط مهمين جدا. دي الاجابه الوحيده النهارده اللي انا عجبتني يعني. طيب كابتن اسامه لو قلنا اللعيبه النهارده اللي لفتت نظرك في الحاله الفنيه لعيبه النادي الاهلي والبدنيه من لعيبه النادي الاهلي من خلال الشوطين. كلمنا مثلا لو كلمنا هل يعني فعليا انا بصراحه ما حدش لفت نظر النهارده يعني يعني معظم الناس يعني في الحاله اللي مش حلوه بتاعتهم يعني ما فيش حد
واضح قوي تقدر عليه تقول انه كان كويس او ما. ولكن مثلا الشوط الثاني انت قلت لي ان مثلا تغيير احمد عبد القادر افاد النادي الاهلي لما نزل افاد قدر يجيب لك جون فرق كتير حرك كويس عمل حركه بالظبط ناحيه الشمال كويس بالظبط لكن يعني ما اقدرش اقول ايه لما تيجي تسالني على نجم مثلا لقاء النهارده او كده هبقى محتار ما يعني هسألك مفيش برضه. حد كان سأل الكابتن مار والكابتن علاء الاول وبعدين بلال وبعدين لا يعني بصراحه هو ما فيش حد في الحاله الحلوه بتاعته يعني ما فيش حد يعني الجميع ما فيش حد يعني الوحيد اللي فيه اختبار عمله كويس قوي مثلا الشناوي في كوره شاطها وشالها حلو قوي بس ما جاش عليه حاجات كتيره ما تقدرش تقول فيه فرص كتيره للمريخ النهارده ما تقدرش تقول فيه فرص معانا ارقام احمد عبد القادر كابتن اه ف على الشاشه ان شاء الله تنزل لكن الايجابيه الكبيره فعلا النهارده زي ما علاء قال انه المكسب انك في ظروفك ديت وظروف الماتشات المتتاليه ديت انك قدرت تكسب المريخ وتبعده بعدت اول فرقه عن موضوع الوصول للمرحله الثانيه بقت بينك انت والهلال مع سان داونز لكن حاله فنيه فرديه النهارده عجبتني من حد معين بصراحه ما يعني ما اقدرش اقول حد كان مميز قوي شريف كويس قوي في التحرك مثلا اللي جاب بيه الجون الثاني علي معلول في الكره العرضيه اللي عملها لشريف لكن ما فيش حد فايق الفوقان اللي تقدر تقول عليه كويس قوي طب الاخطاء اللي تتمنى ما تتكررش الماتشات اللي جايه الاخطاء اللي ما تتكررش اولا المسافه الكبيره اللي عاملها عبد المنعم وياسر وخط الظهر بينهم وبين وسط الملعب والمهاجمين كانت في مساحه كبيره قوي انت مفروض تعمل تتحرك في 20 25 ياردة دفاعا وهجوما 30 ياردة معانا ارقام احمد عبد القادر لعب 33 دقيقه جاب جول تمريراته الصحيحه 18 من 22 يعني نسبة التمريرات 88% يعني مراوغات صحيحة 3 من 4 ودي تعتبر نسبة كويسة جدا طبعا ما انا قلت لك احمد عبد القادر نزل جاب جون عمل حركة ناحية الشمال نسبيا في الوقت اللي لعبه يعتبر كويس يعني ايجابي يعني لكن انا الحاجات اللي انا قلت لك فيها سلبية المسافة الكبيرة اللي بيلعب فيها النادي الاهلي من خط ال 18 لل 18 الثاني وضحت ولذلك المريخ بالذات الشوط الاولاني استحوذ كتير قوي في نص الملعب عشان المسافه كبيره بين المدافعين والمهاجمين ووسط الملعب الملعب مفتوح قوي مفروض نتحرك في كتله واحده في مسافه من 20 ل 30 ياردة يعني 25 ياردة 27 ياردة للقدام والخلف دي واضحه نسبه تمرير خاطئ بقت كبيره ودي ممكن تكون من سبب التعب قلنا لانه التعب البدني بيأثر على الجهاز العصبي والجهاز العصبي الذهن يعني والجهاز العصبي بيدي قرارات غلط فانت بتعمل تمرير خطا زي ما كابتن مالك كان شرحها انا عايز ابصي لبلال مش وانا تعبان مش قادر اوديها له بالظبط بوديها جنبه بخمسة ستة متر مش ليه لحد تاني وهكذا عايز اعمل كروس عرضي باتقان معين بعملها ورا الجون عايز وهكذا الشوطه الاقيها في السماء فدي معانا ارقام علي معلول كابتن اسامه برده دقائق اللعبه طبعا 98 صنعت اهداف واحد تصويبات على المرمى واحد من واحد بص علي معلول اتكلمنا ان هو من اكتر الناس اللي لعبت في النادي الاهلي 63 من 78 4 و ماشي يعني برضه تعتبر ارقام معقوله بالنسبه لعلي معلول بص علي معلول احنا قلنا والماتشات اللي فاتت قلنا اكتر من اكتر الناس اللي محتاجه راحه شويه ولكن من المميزات الكبيره عند علي معلول مهما كان تعبان بتحس انه في اتقان صح. لما بيجي زي الكره اللي عملها لشريف برضه باص ورفع وحطها له في الحته الفاضيه جون يعمل كروس تلاقيه رايح مظبوط مثلا لطاهر لفلان لحسين الشحات فعلي معلول عنده حته الدقه ديت حتى وهو تعبان الى حد ما صحيح فدي من الايجابيات اللي عنده فانا بقول لك موضوع المساحه الكبيره اللي بيلعب فيها من السلبيات موضوع التمرير الخاطئ احنا الضغط اساسا بنعمله كويس بس هو النهارده كان قليل حتى من بدايه اللقاء الضغط هتلاقيه في فترات قليله جدا 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 صحيح. عكس ماتشات طيب اخيرا كابتن احمد دور محمد شريف النهارده دوره هو دور المهاجم طبعا ما انا عارف
لا انا بتكلم على الاداء يعني اصل المهاجم اللي بيسجل هدف يعني هو صح يعني انت بتبقى مطالب من المهاجم انه يسجل اهداف. هو النهارده محمد شريف يعني عمل الدور الموكل ليه الدور الاساسي والرئيسي لراس الهدف انه يسجل هدف. هو سجل هدف الثاني بشكل مميز. جيد طبعا تحرك بشكل رائع جدا ارقامه معانا كابتن استغل مساحات 98 جاب جول تصويبات على المرمى 1 من 4 تمريرات صحيحه 14 من 18 فالتحرك بتاعه جاد استغل الخطا الخصوم النهارده وبرده شارك في صناعه الهدف الاول هدف بيرسيتاو يعني بس يعني شريف ينقصه انه يبقى يشتغل على حته ان انا بشتغل مع زمايلي في نص ملعب فقط لا غير هي دي الحته دي الحاجه اللي تنقصه يعني بشكل كبير لو عملها بشكل كويس هيبقى الحقيقه يروح في حته ثانيه يبقى متميز جدا 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 لكنه بيقدر يستغل الفرص بشكل كويس بيسجل مباراه فاركو سجل هدف بشماله والمباراه دي برده بيسجل هدف برده بشماله يعني بيشتغل برجليه الاثنين بشكل كويس نتمنى له التوفيق بطوله افريقيا صعبه جدا 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 لكن نتمنى طبعا التوفيق باذن الله تعالى ان شاء الله دي ولحسام حسن ولكل المهاجمين بتوع النادي الاهلي باذن الله. طيب لو موجوده بالمره في النهايه احصائيات المباراه قبل ما ناخد رجل مباراه اليوم من النادي الاهلي لو موجودة يا ريت ننزل بيها. كابتن ماهر لحد ما تيجي الإحصائيات لو قلنا رجل مباراة اليوم وليه؟ يعني الكباتن اتكلموا على أربع لعيبة يعني تملي اللعيبة اللي بتسجل الأهداف يعني بيعتبروا رجالة المباراة مع الشناوي طبعا النهارده فأنا شايف إن معلول مازال بيحتفظ بمكانته بشكل كبير جدا يعني علي معلول انا شايف ان هو بيعتبر رجل المباراه لان يعني علي معلول بيعتبر مفتاح لعب بشكل كبير. احصائياتها يا كابتن معانا على الشاشه للنادي الاهلي في الاستحواذ 51 المريخ 49 تمريرات صحيحه للنادي الاهلي 461 من 576 نادي المريخ 371 من 473 نسبه التمريرات الصحيحه هنا 80% نسبة تمريرات المريخ 78% تصويب على المرمى 5 من 13 المريخ 2 من 7 فقدان الكرة النادي الأهلي فقد الكرة زي ما قال الكابتن علاء ميهوب نسبة عالية جدا 85 كرة تمريرة والمريخ السوداني 91 يعني الفرق مش كبير عرضيات 12 للأهلي المريخ 4 ركنيات 1 للأهلي المريخ 4 2 تسلل على للأهلي والمريخ زيرو. بص يا ايمن اتفضل بص النسبة فقدانك للكوره أيوة. تعرف انت مستواك ايه النهارده صح بس طيب هو ده المؤشر اللي عندنا صح من كل احصائيات انت قلتها دي ماشي تمام لكن بص فقدانك للكوره النسبه دي بقول لك هات تاريخ النادي الاهلي كله في الدوري نسبه عاليه جدا استحاله توصل للنسبه دي صح عشان كده النهارده الناس كلها مش مبسوطه بالمباراه حتى موسيماني انا بالنسبه لي راجل مباراه مفيش راجل مباراه حتى هجيبها اليوم انا محجوبه شويه لان مفيش حد حتى مستوى العادي ايوه لا يعني اللي هو العادي مش موجود فلا مفيش حد النهارده نجم مباراه بالنسبه لي يعني انا مع علاء برده نفس الشيء بحجبها النهارده لان فعلا مش لاقي حد اقدر عليه اقول بوضوح انه ان هو فبرده نفس الشيء كابتن بلال احنا في الاستوديو هنا راجل المباراه والله انا توقعنا كل سيناريوهات الماتش يا كابتن ايوه ايوه كابتن تمام يعني اضيف برضو يعني راي للكباتن ولكن يعني انا بشوف ان 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 يعني عبد القادر في الفتره الصغيره اللي لعبها ادى بشكل كويس وسجل هدف وكان اداؤه الحقيقه يعني ارتقي ان هو يكون واحد من افضل اللعيبه اللي شاركوا حتى لو فترات بسيطه في وانا معاك في ده وانا فعلا ادي لاحمد عبد القادر رجل المباراه لانه ادى بشكل مميز وتقدر تقول ان هو صنع بعض الفرق الشوط الثاني يبقى يعني انا والكابتن احمد بلال الاستوديو هو رجل متفقين على ان احمد عبد القادر هو رجل مباراه اليوم هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه ارجوكم انتظرونا